بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد واستاد الأهلي. النهاردة هنتكلم عن استعدادات النادي الأهلي لمواجهة النصر في الجولة 25 من عمر الدوري الممتاز، وهنستعرض مع حضراتكم كل الفقرات التحليلية مع نجومنا الكبار كابتن مصر النادي الأهلي كابتن ماهر همام، وأيضا كابتن مصر والنادي الأهلي كابتن محمد حشيش. ولكن في البداية حابب أتكلم مع حضراتكم على أمر مهم جدا في كرة القدم وخاصة مع الفرق الكبيرة. النادي الأهلي عكسه عكس أي أندية أخرى، النادي الأهلي دايما بيلعب على الفوز. النادي الأهلي ما شاء الله حقق 11 فوز على التوالي في بعد آخر فوز على فريق الأسيوطي، وهنا أمر مهم بالنسبة للنجوم اللي موجودة في الفريق وبالنسبة للفريق ككل كقوام، وهو تجديد الدوافع. دائما وأبدا تجديد الدوافع بالنسبة للفرق الكبيرة وخاصة اللي بتحقق نسب كبيرة من الفوز مهم بالنسبة للعيب، لأن العامل النفسي من أهم العوامل اللي في كرة القدم اللي أنت بتدفع فيها اللعيب أنه يكمل في المشوار. خاصة النادي الأهلي بيلعب على ثلاث بطولات مهمين جدا، بطولة الدوري الممتاز، بطولة كأس مصر، وأيضا بطولة أبطال أفريقيا، ودي من أهم العوامل، ده بالإضافة إلى بطولة كأس السوبر اللي الحمد لله فريق النادي الأهلي استطاع الفوز بها على حساب النادي المصري. إذن في بعض اللعيبة، اللعيبة بني أدمين وعندهم الدوافع في بعض الأوقات ممكن تقل، فإذا تجديد الدوافع دي من أهم العوامل اللي لازم بيركز عليها الجهاز الفني بقيادة حسام البدري. عشان كده طول ما حضراتكم بتابعونا في استاد الاهلي بنقعد نتكلم ونقول ان الكابتن حسام البدري بيعمل محاضرات. المحاضرات دي بيبقى فيها شق فني، بيبقى فيها شق نفسي، لان العامل النفسي من اهم اربع عوامل في كره القدم لازم تكون موجوده للعيب، ولعيب النادي الاهلي بيبقى مختلف انه مطالب دايما انه يحقق انتصارات، عليه ضغط كبير جدا من كل الجوانب، سواء من جمهور النادي الاهلي اللي ما بيرضاش الا بفوز واداء. دلوقتي في بعض الاوقات وخاصه امام فريق الاسيوطي نادي الاهلي اداؤه ما كانش على طبيعه مباريات النادي الاهلي، فابتدى الجمهور يقول لك الاداء راح فين، على الرغم من ان فريق الاسيوطي يمكن من افضل الفرق اللي السنه دي بتلعب كره قدم في الدوري الممتاز، بتلعب كره قدم فعلا حقيقيه، اسلوب لعب متطور، اسلوب لعب مختلف. تتفرج على فريق الاسيوطي تحس ان فرقه كره مختلفه عن طباع الدوري الممتاز. ليه؟ طبعا لازم ندي الكل التقدير وكل طبعا الشكر للكابتن علي ماهر اللي مجمع فرقه السنه دي بالعوامل اللي عنده والاداره يعني القوه الماليه اللي عنده وبيقدر يلعب يعني هذه الطريقه في كره القدم. ده من الحاجات اللي تحسب له الصراحه، فالى حد ما كان ند قوي امام النادي الاهلي، وده برضو حاجه بتحصل في كره القدم، مش في كل الاوقات هتبقى بتلعب بنسبه 100%. كلنا بنشوف برشلونه، كلنا بنشوف الريال، كلنا بنشوف مانشستر سيتي، كلنا بنشوف كل الفرق الكبيره اللي مميزه، حتى بايرن ميونخ ممكن تلاقي عنده فتره من الفترات بيكسب بشكل كبير جدا، ولكن الاداء ممكن الى حد ما يبقى فيه تباين. التباين ده هنا بيجي وقت تجديد الدوافع، وقت تجديد ان انت بتصحصح لعيبتك بيه، انت بتلعب على ايه اللي مطلوب منك، ايه انك لازم تكمل في مشوارك، لازم تفضل تهاجم، لازم تقعد تحترم منافسينك. خاصة النادي الأهلي مثلا غدا هيلاعب فرقة بتصارع من أجل الهبوط، يمكن هي المركز الأخير في جدول الدوري الممتاز، وهنا تجديد الدوافع، لأن بالنسبة لك أنت اللقاء ثلاث نقاط، ولكن بالنسبة له هو كل حاجة. الماتش ده بالنسبة لك حاجة، بالنسبة لفريق النصر كل حاجة، هيسوق نفسه، عايز يبان بشكل مميز، عايز يبين لعيبته، عايز يسوق لعيبته، وانديه كبيره جدا وكثيره جدا، يمكن اغلبيه الانديه اللي بتبقى بتصارع او بتبقى في هذه المنطقه بيبقى بالنسبه لهم ماتشات الاهلي وماتشات الزمالك وماتشات الكبيره اللي عليها نسبه مشاهده جامده هي الماتشات اللي بيسوق فيها نفسه، فالماتش بالنسبه له كل حاجه، وانت الماتش بالنسبه لك هو مجرد ثلاث نقاط، وانت محتاج تكمل انك تاخد الثلاث نقاط عشان تحصد بطوله الدوري الممتاز سريعا، وده شيء ما يعيبكش. في ناس كتير تقول لك الدوري لما بيخلص بدري بيبقى غير ممتع، ده قصتهم هم، ولكن النادي الاهلي عايز يحصد بطوله الدوري في الوقت المبكر، عايز يريح نفسه، لان هذا الموسم الصراحه كرويا وفنيا وبدنيا مختلف تماما عن اي موسم تاني. كل سنه الدنيا بتتغير، النادي الاهلي هذا الموسم عنده يعني في شهر فبراير فقط هيلعب 8 ماتشات في شهر، طبعا نسبه كبيره جدا، انت المفروض بتلعب كل اسبوع ماتش، طيب لو هتزيد يبقى مثلا 5-6 ماتشات في شهر، ده نسبه كبيره، تخيل انت بقى بتزيد على كده 8 ماتشات، وده اللي بيبين لك ان كل ماتش انت عندك ضحايا،
الضحايا هي عبارة عن إصابات، كل ماتش لازم يطلع لك إصابة على مدار الموسم، ودي حاجة لازم نكررها، ولازم نكرر الشكر للجهاز الفني بأكمله بما فيه الجهاز الطبي، بما فيه الجهاز طبقة البدنية، أخصائي اللياقة البدنية، أخصائيين التدليك، كل المنظومة اللي جوه الجهاز الفني النادي الأهلي بالنسبة لهم الموسم ده أكتر من شاق. يعني 8 ماتشات في شهر، الشهر اللي قبله لعبت 7 ماتشات، الشهر اللي قبله نفس الموضوع، ومرورا بقى لما كنت النادي الاهلي بيلعب في دوري ابطال افريقيا، موضوع صعب جدا، بيقع عندك اصابات كتير وغصب عنك. الماتش اللي فات عبد الله السعيد، الماتش اللي قبله كذا، الماتش اللي قبله ميدو جابر، الماتش اللي قبله رامي ربيعه، الماتش اللي قبله سعد سمير، الماتش كل شويه هتلاقي لعيب بيقع بالنسبه لمحمد هاني. كل مباراه هتلاقي عندك لعيب من القوام الرئيسي بيبتدي يحصل له اصابات، وده اللي قدر الكابتن حسام البدري الصراحه هذا الموسم موسم استثنائي بالنسبه له من الناحيه الفنيه، وانه ازاي يتغلب على هذا الامر، لان في كره القدم اي مدير فني في العالم يبقى عنده جدول، بناء على هذا الجدول بيبتدي يحط الحمل، والحمل ده موضوع مهم جدا في كرة القدم. في ناس ممكن ما تدلوش اعتباراته، لكن بالنسبة للعيب ما هو بيعمل أداء، الأداء دوت عبارة عن مخزون بدني بيديه في حوالي مثلا 90 دقيقة، 90 دقيقة هيبقى حمل عالي، الماتشات كلها حمل عالي، فلما لازم على مدار الأسبوع بتقسم الحمل، أنت دلوقتي في الأسبوع بتلعب 3 ماتشات. اصلا يعني في طبيعه البني ادم لازم بعد ما يلعب حمل عالي لازم ياخد راحه عشان جسمه يعمل الاستشفاء او الريجنريشن ويبتدي يشتغل تاني حمل عالي، ولكن النادي الاهلي على طول شغال حمل عالي حمل عالي حمل عالي ماتشات متتاليه، فنسبه الاصابات هذا الموسم برضو استثنائيه، برضو استثنائيه، وما تتفاجئوش، والناس اللي بتيجي تتابع تقول لك ليه كل ماتش عندنا لعيب من النادي الاهلي بيتصاب، ده كده في مشكله في الجهاز الطبي، ده كده في مشكله في اخصائي اللياقه البدنيه، ده كده في مشكله في الجهاز الفني، الكلام ده بسبب ضغط المباريات المتواصل، وكان على لجنه المسابقات في اتحاد الكره ان غير ان هو يراعي ان لازم يخلص الدوري قبل كاس العالم، لازم يراعي ان في بني ادمين بتلعب وانت محتاج لعيبه عشان تلعب بيهم كاس العالم، فبهذا الامر بيبقى الامر صعب جدا. وخلينا نقول لحضراتكم قائمه النادي الاهلي اللي ضمهم كابتن حسام البدري في حراسة المرمى: شريف إكرامي، علي لطفي، ورمضان مصطفى. كابتن حسام البدري فضل انه يدي راحة لمحمد الشناوي، محمد الشناوي حارس من الحراس الصراحة اللي متألقين للغاية في الفترة اللي فاتت، درس ادى درس لكل اللعيبة وكل الحراس ان وارد ان انت ما تكونش موجود في الصورة، ولكن وارد جدا ان انت ايضا كمان تاخد فرصتك وتثبت نفسك، وما شاء الله كمان اترشح لمنتخب مصر، هيكون موجود في معسكر المنتخب اللي موجود في سويسرا قبل ما استعدادات كاس العالم، وده حاجه من الحاجات الجميله جدا. كابتن حسام البدري فضل ان هو يريحه ويدي فرصه للحراس الاخرين. خط الدفاع: محمد هاني ومحمد نجيب، ايمن اشرف، سعد الدين سمير، علي معلول. وفي خط الوسط: حسام غالي مره ثانيه يعود لدخول قائمه النادي الاهلي، حسام عاشور، احمد حمودي، عمرو السوليه، وليد سليمان، واسلام محارب، وكريم ندفد، محمد شريف، وباكا الجنوب افريقي. محمد شريف ايضا منتقل الجديد من نادي وادي دجله بيعود لقائمه النادي الاهلي. خط الهجوم: وليد ازارو، ومروان محسن، وجونيور اجايي، وصلاح محسن، دول فراوده النادي الاهلي اللي موجودين في هذه القائمه. برضو مروان بعد تحسن حالته البدنيه بيخش في قائمه النادي الاهلي كابتن حسام البدري. كده عندنا احمد فتحي وهشام محمد، ميدو جابر، وعبد الله السعيد، كل دول، واحمد حمدي، ورامي ربيعه، وباسم علي، كل دول اصابات. يعني احمد فتحي كابتن حسام البدري يفضل ان هو يديله راحه، عبد الله السعيد وميدو جابر اصابه، وباسم علي واحمد حمدي ورامي ربيعه اصابه، مفيش غير احمد ياسر ريان واحمد فتحي، وايضا اللاعب هشام محمد اللي كابتن حسام البدري فضل يديهم راحه، لان الضغط الكتير جدا للماتشات بيؤدي الى الاصابات، وحضراتكم شايفين كل اسبوع وكل مباراه في ضحايا جديده من الاصابات للنادي الاهلي بسبب ضغط المباريات الهائل، وده اللي ما شاء الله برضو نادي الاهلي عنده عمق في القائمه، ده المصطلح يعني اللي بيتقال عليه عمق في القائمه، ان انت عندك لعيبه
وطبعا يحسب الجهاز الفني انه بيقدر يجهز اللعيبه ديت بحيث ان تلاقي اللاعب الاساسي واللاعب اللي ما بيشاركش بصفه اساسيه. لان انا ما بقدرش اقول لك دلوقتي في النادي الاهلي في لعيب احتياطي ولعيب اساسي، لان الكل بيشارك، ان في ماتشات كتير، في تغيرات كتير جدا، في اصابات كتير جدا، فالكل بقى جاهز انه يشارك ويؤدي على اعلى مستوى. انت شايفين نادي الاهلي ما شاء الله متصدر بطوله الدوري الممتاز بفارق كبير من النقاط. النادي الاهلي عنده 64 نقطه، فارق كبير ما بينه وبين اقرب ملاحقينه، فده من الحاجات اللي مريحه النادي الاهلي بسبب انه عنده لعيبه جاهزه، عنده 63 نقطه والنادي الاسماعيلي عنده 46 نقطه. هذا الفارق ما جاش كده بالصدفه، لا، جاء ان لعيبه النادي الاهلي كلها القائمه كلها جاهزه. انت بتشوف كل مباراه في لعيبه بتتالق، باكاماني بيشارك في فتره بيتالق، ميدو جابر بيشارك بيتالق، عندك احمد حمودي، عندك كل اللعيبه، وليد سليمان، اجاي، ازارو، عبد الله السعيد، كل النجوم، حتى اللعيبه في الجانب الايمن عندك احمد فتحي وباسم علي ومحمد هاني، الجبهه اليسرى عندك صابري رحيل وعندك علي معلول، وكان عندك حسين السيد. خط الوسط كله لاعب باكمله، سواء حسام عاشور، سواء السوليه، سواء هشام محمد. هشام ابتدى ياخد وابتدى يركب في الفتره اللي فاتت، يركب ده بمعناه بلغه الكره انه يركب مركزه، يرجع مره تانية لهشام محمد ويرجع لمستواه. لاعب من اللعيبه المميزين جدا اللي برده كان له ادوار مهمه في لقاء الاسيوطي. نفس الشيء بالنسبه لخط الدفاع باكمله، انت حتى بتشارك ايمن اشرف كمساك لاني كان عندك كميه عدد اصابات غير طبيعي خاصه في هذا المركز، مركز المساك. دي قائمه الكابتن حسام البدري. النهارده كان التمرين لمجرد 40 دقيقه في النادي الاهلي. طبعا عبد الله السعيد لاعب الوسط ما كانش موجود في التمرين بسبب الاصابه بتاعت العضله الخلفيه، وكان في فحص طبي لعبد الله السعيد عشان تحديد حجم الاصابه وكيفيه التعامل معها. ودي من الحاجات المهمه جدا في كره القدم، انك تحدد وتشخص صح عشان تعرف تاهل بالشكل الصح، والمده الزمنيه اللي بتاهل فيها اللاعب تكون فعلا مظبوطه. ودي حاجه من الحاجات اللي فعلا حتى الجهاز الفني والجهاز الطبي في النادي الاهلي يعني برضو خد منها كتير، ان ما شاء الله يعني خلينا نتكلم ان كل مباراه في عندك عدد اصابات، فالناس خلاص اتعودت على كيفيه التشخيص بشكل مهم جدا. اللعيبه الاساسيين طبعا النهارده تمرين اللي قبل اللقاء ما بيبقاش الحمل عالي فيها جدا، فكانت فيها تمرينه خفيفه. واللعيبه اللي لعبت ماتش الاسيوطي باكملهم كان بالنسبه لهم تمرينه خفيفه، بالنسبه للعيبه اللي لم تشارك طبعا كان تمرينه اقوى من كده، وكان في برضو هامش من التدريبات البدنيه والاستشفائيه على هامش المران الجماعي. وانيس الشعلالي عمل فتره استمرت 30 دقيقه عشان فقره بدنيه للعيبه. وطبعا دي بيبقى في حاجه اسمها بقى ايه البريهابيليتيشن، او ازاي ان انا اتفادى حجم الاصابات على قد ما اقدر. هو كده هيحصل لي اصابات لان الضغط ده خارق للطبيعه، وانا بقولها تاني كده كده هيحصل لي اصابات لغايه لما الموسم، واي حد عنده درايه بالاحمال البدنيه عارف ويتابع النادي الاهلي عارف ان هيحصل له اصابات كتير جدا، لان حجم المباريات غير طبيعي عكس الطبيعه. 8 ماتشات في شهر واحد عكس الطبيعه، فبيحاول ان هو يتفادى على قد ما يقدر الجهاز الفني للنادي الاهلي. وبعد كده في تقسيمه كانت مجموعتين، المجموعه الاولانيه محمد هاني، حسام عاشور، واحمد حمودي، واكرم توفيق، واسلام محارب، واحمد ياسر ريان، وعلي معلول، ومحمد شريف. دي كانت مجموعه. والمجموعه الثانيه ميدو جابر، وصلاح محسن، وسعد سمير، وحسام غالي، ونيدفيد، مروان محسن، وليد سليمان، ومحمود الجزار. وصلاح محسن كان ظهر طبعا القادم الجديد من نادي امبي، ظهر بشكل مميز، وحتى حط هدف كده دبل كيك خلفيه مزدوجه زي اللعيبه الكبار. صلاح محسن من اللعيبه اللي لازم الناس او لازم جمهور النادي الاهلي والجمهور ككل يصبر عليه. اولا هو لعيب سنه صغير جاي من نادي امبي، خد الفرصه طبعا في نادي امبي واحرز حتى 7 اهداف، وكان يعني لعيب بروميسنج، لعيب على اعلى مستوى ان انت جاي تجيب منه في المستقبل. ولكن حال لعيبه النادي الاهلي، لعيب النادي الاهلي لو عمل باس غلط بيبتدي يتحكم عليه، فلازم بيبقى في صبر زي ما الناس صبرت على ازارو. وليد ازارو اول ما جه النادي الاهلي وابل من الانتقادات حتى قبل ما يلعب، وبعد ما لعب نفس الموضوع، انتقادات كبيره جدا، ده ما عنده مشكله في الفينش، ده مش عارف ايه. وفي الاخر وليد ازارو دلوقتي هداف الدوري، 14 هدف وهداف الدوري.
فنفس القصة بالنسبة لصلاح محسن. وبرضه هقول لحضراتكم، رأس حربة النادي الأهلي مختلف عن أي رأس حربة تاني. ليه؟ النادي الأهلي فرقة بتلعب دايما للفوز، رأس الحربة بتاع النادي الأهلي كله ده بيبقى قدر، أنت أي حد بيلعب في المكان ده هتبتدي تحطه في مقارنة. ده أصل كان عندنا كابتن محمود خطيب، كان عندنا حسام حسن، كان عندنا عماد متعب، كان عندنا احمد بلال، كل دول محمد كابتن محمد رمضان، كل دول هدافين جامدين جدا. طبعا انا بقول على سبيل المثال يعني عشان ما انساش حد، طبعا النادي الاهلي على مدار تاريخه في نجوم على اعلى مستوى. فالمقارنه دي هي اللي بتبتدي تحط اللعيب تحت ضغط، فانت منتظر لو صلاح محسن خد 5 دقائق انت منتظر في ال5 دقائق دي يجيب في كل دقيقه جون. وده لازم يبقى فيه سنه صبر على اللاعب يبتدي يتاقلم على خطه وطريقه اداء الفريق. ودي من الحاجات المهمة الناس برضو ما تحطهاش في الاعتبار، ان هو كان بيلعب في امبي بشكل، والنادي الاهلي حضراتكم شايفين له شكل اخر مختلف عن كل الفرق اللي موجودة مش بس في مصر بس كمان في افريقيا. فمحتاج بعض من جزء من الصبر على هذا اللاعب، لاعب واعد هياخد ان شاء الله فرصته، وفي نفس الوقت هيبتدي يتألق مع النادي الاهلي، فالناس تصبر عليه في الحكم. لان برضه هفكركم بوليد ازارو، الناس كلها كانت بتنتقده ودلوقتي الناس كلها بتشكر في وليد ازارو، سبحان مغير الاحوال. خلينا نقول ان برضو كان في التمرين فقره ضربات ثابته، ودي من الحاجات المهمه جدا شارك فيها اللاعبين وليد سليمان ومروان محسن صلاح محسن واحمد حمودي وشريف محمد شريف وعلي معلول، عشان ده كان يبقى اخر استعدادات النادي الاهلي لموضوع النادي الاهلي طبعا ولقائه بالنصر. كابتن طارق سليمان اكد سعادته بمستوى الحراس الثلاثه، وبيتكلم على طبعا شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، وقال ان تنافسهم دوت في مصلحه الفريق، وقال ان محمد الشناوي بيأدي بشكل مميز للغايه في الفتره الماضيه، وده بيعكس مدى تركيزه في التدريبات، واثنى على مستوى طبعا شريف اكرامي وعلي لطفي مشددا ان الثلاث حراس بيأدوا التدريبات على اعلى مستوى، وقال ان هو عنده ثقة في الحراس الثلاثة وأيضا الجهاز الفني وكابتن حسام البدري، وهيديهم فرصهم حسب الفرصة اللي هتتاح. أيضا في أمر مهم جدا جدا جدا، إن طبعا السيد محمد مرجان مدير التنفيذي للنادي الأهلي استقبل وفد من الفيفا ظهر اليوم من اللجنة الإعلامية، وحضر القاهرة لإعداد فيلم وثائقي عن منتخب مصر لكرة القدم المشارك في كأس العالم 2018. وطبعا رحب الأستاذ محمد مرجان بالضيوف، وقام بأعداء علم وتيشيرت وقميص النادي الأهلي للوفد، وتمنى لهم طبعا إقامة سعيدة في مصر. وقال أنه حضر بتكليف من الاتحاد الدولي طبعا السادة الوفود اللي جم، ادي امام حضراتكم الوفد القادم من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وادي طبعا الأستاذ محمد مرجان وبيديهم قميص النادي الاهلي وطبعا التذكار بعلم النادي الاهلي. وقال ان هم جايين بتكليف من الاتحاد الدولي عشان يعملوا هذا الفيلم الوثائقي، ونفس الشيء بالنسبه لكل المنتخبات المشاركه. واختيار الفيفا وقع على 4 لاعبين من مصر وجميعهم طبعا النادي الاهلي، شريف اكرامي، احمد فتحي، سعد سمير، عبد الله السعيد، وهيقوموا بالتسجيل معاهم عشان المونديال وعشان النادي الاهلي. واضاف وفد الفيفا انه سعيد بالتواجد في النادي الاهلي صاحب الشهره الجميله، وانه وجد كل شيء تتم ادارته باحترافيه، كما وجد كل سبل التعاون من الاعلام بالنادي اللي ساعده كثيرا في انجاز هذه المهمه، وانه كان على تواصل مع مدير الاعلام منذ فترة التنسيق في قبل الحضور للقاهرة أعتقد الأستاذ جمال جاب، وأشار أنه سعيد بالمقابلة من جانب المدير التنفيذي. هنا نقطة مهمة جدا، أنك أنت إزاي كنادي أهلي بتعمل براندنج لنفسك أو بتعمل يعني تصعيد للشهرة بتاعتك. نادي الأهلي ما شاء الله طبعا حركه عارفين أحسن كرة في مصر، أحسن كرة في أفريقيا، ونادي القرن في أفريقيا. الاتحاد الدولي مهتم جدا بشؤون النادي الاهلي، وحضراتكم تعرفوا كده انك تبصوا على الموقع الرسمي لموقع الاتحاد الدولي لكره القدم، وشوف قد ايه بيتابع وبيعمل فولو، بيعمل متابعه لاخبار النادي الاهلي سواء في بطوله افريقيا او في بطوله الدوري الممتاز. حتى لعيبه النادي الاهلي اللي بيكون عندها مثلا ذكرى مثلا ميلادها، عيد ميلادها، بيبتدي يحتفل بيه معاه، وده ابرزهم طبعا لعيبه كبار، ابو تريكه بيتكلم على عبد الله السعيد في بعض الاوقات، بيتكلم على لعيبه النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي عبر التاريخ، وده موقع الاتحاد الدولي. فده امر مهم جدا، والاتحاد الدولي بيرسل لك وفد عشان يبتدي يسجل مع لعيبه النادي الاهلي، ولعيبه النادي الاهلي دايما
منتخب مصر كويس اعرف النادي الاهلي ماشي كويس، وده بينعكس على ده على مدار التاريخ. فجم وسجلوا مع لعيبه منتخب مصر عشان انت عندك مونديال روسيا 2018 بيبتدي يشوف طب الفرقه اللي رايحه منتخب مصر مين احسن فرقه موجوده عندها بفضل الله؟ النادي الاهلي. طيب اللعيبه اللي موجوده، اللعيبه ابرز اللعيبه اللي موجودين في النادي الاهلي في هذه الفتره تسجل معاهم، طبعا عندهم طبقا لمعايير مهمه جدا المشاركه، طبعا هم بيلعبوا في المنتخب بصفه اساسيه ولا كل هذه الامور، وتم التسجيل معاهم طبعا فرحه كبيره جدا وحلم كنا انتظرناه كثيرا منذ مونديال 90 عشان لعيبه النادي الاهلي تصل الى طبعا مع منتخب مصر الى مونديال روسيا 2018. دي حاجه من الاخبار المهمه جدا، وصراحه الحاجه اللي تفرح ان النادي الاهلي ما شاء الله وصل على هذا المستوى. منتخب مصر الشباب كابتن حماده صدقي اختار 31 لعيب كان يبتدي المعسكر المقبل اللي بيبتدي غدا الثلاثاء الموافق 20 فبراير الحالي. لعيبه كثيره جدا في هذا المنتخب، خلينا ناخد تفاصيل اكتر من كابتن مصر طبعا والمدير الفني لمنتخب 99 كابتن حماده صدقي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا محمد، اهنيك. ازاي حضرتك وتمنياتي بالتوفيق، مرحله مهمه جدا لمنتخب ان شاء الله يكون نواه منتخب مصر الاول باذن الله. يا رب ان شاء الله. طيب التوفيق باذن الله. الاختيارات يا فندم جت يا حضرتك بتتابع طبعا اكيد يعني الدوري الناشئين، ولكن هل في لعيبه ظهرت في اخر فتره حضرتك ضمتهم للقائمه؟ في مجموعه جديده اول مره تنضم المعسكر، يمكن مجموعه من الصعيد، مجموعه من بورسعيد، مع يعني في مجموعه كده شفناهم من خلال لفه كده، خدنا رحنا الصعيد وعملنا تجمعات، رحنا اسكندريه كان في منتخب اسكندريه ومنتخب بورسعيد، اخترنا برضو بعض اللاعبين مع المجموعه الهيكل الرئيسي اللي كان معانا من الاول، ويمكن يغيب عننا بس المعسكر ده لاعبي امتى عشان عندهم مباراه مؤجله في الدوري، وان شاء الله يبقوا موجودين معانا في شهر 3 باذن الله. يعني ده معسكر صغير 3 ايام، هنحاول يعني نعرفه كده نشوف وسط المجموعه القديمه، والاختيار في الاخر اخر قبل المباراه الرسميه ان شاء الله في شهر 5 نكون وصلنا لحاله بدنيه وفنيه كويسه ان شاء الله. يعني حضرتك تقصد ان هذا المعسكر لحد ما مفتوح، حضرتك يعني بتشوف برضه العناصر ازاي هتبقى عندها مبادئ، طبعا المنتخبات تتحرك في مرحله مهمه، انت بتعلم بعض اللعيبه يعني ايه منتخب. لا بص طبعا كلامك مظبوط، هو انا كنت حاطط برنامج من اول الموسم في التوقفات مع الاجنده الدوليه، ولكن دي يمكن ده ثاني توقف بعمله 3 ايام بالظبط، يمكن عندهم دوري بكره ان شاء الله، بعد الدوري انضمونا يوم 3 و4 و5 يرجعوا انديتهم عشان عندهم دوري يوم الاثنين، عشان ما بقاش فيه فتره طويله، يمكن اخر تجمع خلينا كانت بطوله الكوتافا في زامبيا كان في شهر 12. نعم. عشان ما بقاش فيه وقت طويل قوي بين التجمع والثاني، على قد ما بقدر طبعا بحاول اجمع بين 3 ايام، ولكن التجمعات الكبيره بالنسبه لي شهر 3 عندنا يمكن 10 ايام احتمال كبير نطلع نلعب مباراه خارجيه ان شاء الله. والتجمع الكبير بقى بعد الدوري، الدوري ينتهي 23/4 هيبقى قبل المباراه الرسميه بحوالي اسبوعين. طيب كابتن حماده، عشان كل اللعيبه، كل لعيبه مصر الناشئين اكيد دلوقتي هتسمع حضرتك، معايير انتقاء اللاعب هل ناحيه فنيه فقط ولا ناحيه فنيه وناحيه اخلاقيه؟ يعني هي الصوره متكامله، لازم تبقى الصوره متكامله سلوكيا وفنيا، اكيد ده بيكمل ده بشكل كبير جدا. الاختيار من خلال دوري قوي، في دوري ممتاز للشباب بتاع مواليد 99 بنختار من خلاله، مع بيساعدنا طبعا بعض المدربين والمديرين الفنيين للقطاعات بيرشحوا لنا بعض اللعيبه مثلا في الدرجه الثانيه، يعني لعيب 99 بيلعب مع بيشارك مع الفريق الاول في الدرجه الثانيه او الثالثه. نعم. موجود معانا عندنا بعض اللعيبه كده، فالاختيارات زي ما انت قلت مهمه جدا. يعني احنا يمكن عملنا 11 تجمع قبل كده، بس كان الهيكل الرئيسي من الدوري الممتاز 99، ولكن احنا برضه بندور الافضل، لو لقينا احسن في تطورات حدثت من السنه اللي فاتت، من السنه لغايه دلوقتي في تطور حدث في المستوى الفني لبعض اللاعبين، في لاعبين كثيره جدا مستواهم كويس، يعني في زياده شارك مع الفريق الاول، ده بالنسبه لنا بيبقى حاجه كويسه يعني. طيب كابتن حماده، هو اول بطوله حضرتك هتشارك فيها هتبقى امتى يا فندم؟ الماتش الرسمي اول مباراه رسميه تصفيات الشهر 5 الجاي ان شاء الله،
والدور اللي بعديه في شهر 7 ان شاء الله بطوله في اول 2019 في النيجر، بطوله كاس الامم للشباب تحت 20 سنه. طيب حضرتك هتنسق مع كابتن شوقي غريب، لان من الوارد ان المنتخب الاولمبي يطلب لعيبه من 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 مواليد 99. اكيد. بص احنا قعدنا طبعا كابتن شوقي، الامور واضحه وباينه بالنسبه لنا ان كابتن شوقي عنده البطوله كاس الامم الاولمبي تحت 23 هتقام في مصر يمكن اخر 19 هنكون احنا خلصنا كل مشوارنا، احنا مشوارنا لغايه كاس الامم وربنا يكرمنا في كاس العالم ده كله ينتهي في 2019 قبل ما يبتدي الكابتن شوقي، لكن الكابتن شوقي عينه على بعض اللاعبين اللي عندنا بيتابع معانا بشكل كويس وفي تنسيق بيننا وبين المنتخب الاولمبي، بس ما فيش تعارض خالص في المواعيد خالص يعني. طيب عايز تلعب يا كابتن كم ماتش ودي ومع انهي مدارس؟ لا بص انا يعني يمكن انت لو متابع احنا لعبنا حوالي 16 مباراه، بدات في المدارس في اسيا، بدات في شمال افريقيا، ولعبت مع دوري الاكتساب في زامبيا حوالي، فانا عامل دلوقتي حوالي 16 مباراه وبناقص لي حوالي يمكن عندي تجمع جاي نلعب من الماتشين وبعد الدوري نعمل ماتشين قبل الرسم، يعني نحاول نوصل لغايه 20 مباراه خلال السنه دي ان شاء الله. حضرتك هتلاعب حد من امريكا الجنوبيه او من اوروبا ولا لسه؟ لا انا اللي عندي لسه ماتشات افريقيا بعد ما ربنا يكرمنا ونخلص نخش في مرحله ثانيه ان شاء الله. باذن الله كابتن مصر ونادي الاهلي والمدير الفني لمنتخب الشباب كابتن حماده صبقي بشكر حضرتك شكرا جزيلا. اعداد المنتخبات الوطنيه هي ده اللي بيبقى نواه المنتخبات الرسميه، لو حضرتك كنت تتذكروا بصوا على مدار التاريخ المنتخب اللي موجود دلوقتي صلاح وحجازي ورامي ربيعه كانوا منتخب واحد، ودلوقتي بقوا اساسيين معاهم تريزيجيه، كل دول كانوا منتخب واحد واصبحوا ركيزه الاساسيه لمنتخب مصر، وهو ده اللي بيحصل على مدار التاريخ. انا هطلع فاصل واستقبل ضيوفي الكبار كابتن ماهر امام وكابتن محمد حشيش وهنتكلم عن اخر استعدادات النادي الاهلي لمواجهه النصر، اوعى تروح بعيد النادي الاهلي حديد. اهلا بكم من جديد مشاهدينا واستقبل ضيوفي وضيوفكم طبعا كباتن مصر الكبار كابتن ماهر امام. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا محمد. حضرتك تمام؟ وحشنا يا محمد. حضرتك ربنا يخليك عندي. ايضا كابتن مصر النادي الاهلي كابتن محمد حشيش. مساء الخير يا ابو الكباتن. ازيك يا فاروق؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك. الحمد لله تمام. هنتكلم مع حضراتكم عن الدوري الممتاز واستعدادات النادي الاهلي لمواجهه النصر في الجوله ال 25، ولكن في البدايه برضه حابب اخذ راي ضيوفي الكبار في اجواء الدوري العام. كابتن ماري ابدا بحضرتك، الجوله السابقه كل النتائج 1-0 0-0 2-1 ده اكبر نتيجه فوز، هل ده بسبب ان الدوري قرب على الانتهاء؟ وبسم الله الرحمن الرحيم. طبعا محمد الدور الاولاني غير الدور الثاني، الدور الاولاني يمكن كل الفرق كانت بتحاول ان هي تكافح بشكل كبير جدا على الحصول على الثلاث نقاط. يمكن اكتر فرقه كافحت بشكل كبير جدا هو النادي الاهلي. يمكن يليه طبعا النادي الاسماعيلي اللي كان بيحتل قمه الدوري قبل ما النادي الاهلي يلعب مباراته المؤجله. وزي ما قلنا النادي الاسماعيلي فاجئنا بشكل كبير جدا انه حصل على 40 نقطه ما حصلتش في يمكن في الاربع خمس سنوات السابقه حصوله على الكم من هذه النقاط. الدور الثاني بيبقى شكل جديد والنقطه بتفرق بشكل كبير جدا مع معظم الفرق. الفرق بتبقى اكتملت بدنيا وتكتيكيا وذهنيا، وبعض كمان الحاجات اللي اتعملت بشكل جيد ساعدت بعض الفرق اللي هي الانتقالات الشتويه. كل فرقه عرفت في الدور الاولاني ايه اللي ناقصها كراس حربة أو كلعب وسط ملعب مهاجم أو وسط ملعب مدافع أو قلب دفاع. فكانت اختيارات معظم المدربين ومعظم الفرق كانت اختيارات جيدة أفادتهم بشكل كبير جدا في بداية الدور الثاني، ويمكن عدلت من نتائجهم وعدلت من شكلهم حتى بالنسبة
للشكل الدفاعي او الشكل الهجومي. عايز اقول لك في صعوبه بشكل كبير عشان انت تقدر تكسب مباراه وتحصل على 3 نقاط، بيبقى في كفاح قوي جدا وكفاح مرير من كل الفرق اللي موجوده. وزي ما قلت محمد ان فعلا الاسبوع اللي فات كانت النتائج كلها بهدف واحد، ده اذا كان بيدل فبيدل ان الجانب الدفاعي بقى اكتر تنظيما وان الجانب الهجومي محاولات كثيره، لكن كل مدرب يقول لك ان انا ما يجيش فيا ولو قدرت اخطف جول كان ما قدرتش يبقى انا خلاص طلعت بنقطه المباراه. يعني في استراتيجيه حتى للمدربين واضح من خلالها ان الحفاظ على الجانب الدفاعي بشكل اكبر والاعتماد على الجانب الهجومي بيبقى من خلاله حوالي نسبته قليله قوي، حوالي يمكن 30% 40%. كابتن محمد حشيشي، هل استمرار تغيير المدربين وكل اسبوع ابتدينا نشوف مدرب بيتم اقالته واستعانة بمدرب اخر، هل ده اللي بيخلي الطبع دفاعي بحت وان اغلب اللقاءات بقت شبه بعضها؟ هو طبعا دي افه من افات بصراحه الدوري المصري، يعني على مدار السنين اللي فاتت يمكن اخر 5 مواسم زاد فيها الموضوع ده بشكل يعني ملحوظ ومستفز. ده طبعا راجعه ل يعني انا في رايي وانا بتكلم بصراحه، ده عدم وعي من رؤساء مجالس الادارات. نعم. اللي على طول مدرب يخسر ماتش او ماتشين يقال، زي مثلا اخر حاجه مكيده مثلا في الاتحاد كابتن عماد سليمان، يعني بيعاملوا المدربين بالقطع، عمرها ما كانت كده. وفي نفس الوقت ماشي انت مش مقتنع بالمدرب وخسر ماتشين، طب اللي جاي يلحق يعمل ايه؟ لا اختار لعيبه قبل كده ولا عارف الفرقه، ممكن ما كنتش متابع الفرقه خالص ويجي يمسك. طب ما هو عرضه ان هو يخسر ثالث ماتش ورابع ماتش، يبقى كده غرقك اكتر. يعني ومع العزم سموحه كابتن مثلا في المركز الخامس، ليه تمت اقاله كابتن طلعت؟ يعني برضو دي اعتقد دي لها اسباب اخرى، عدم الاتفاق ما بينه وبين المهندس فرج عامر. نعم. يعني دي ما لهاش علاقه بالنواحي الفنيه، لان احنا عارفين طبعا قدرات كابتن طلعت، هي اعتقد انها خلافات يعني من نوع معين. انما انا بتكلم على بقيه المدربين، يعني انت دلوقتي بتدي فرصه كمان يا كابتن ماهر اللي جاي بالظبط انه معاه الشماعه يقول لك انا لسه جاي ولسه ماسك الفرقه لو اتغلب الماتش الثالث او الرابع. طب هل الفرق من ترتيب الجدول ده تستحمل؟ ما تستحملش الكلام ده خالص، لان احنا بنتكلم على طبعا الاهلي منفرد في الصداره، بتتكلم على من المركز الثاني بتنافس عليه الاسماعيلي ومصري وزمالك وسموحه، وبعد كده المنطقه الدافيه من اول الانتاج الحربي السادس لغايه الاسيوطي، بعد كده طبعا مصر المقاصه، وللاسف مصر المقاصه في المركز ده او في الترتيب ده السنه دي، حاجه طبعا كان بتنافس على دوري وكاس السنين السنين اللي فاتت التاني. تنزل النازله دي طبعا. وبعدين يعني هل مدرب يؤثر في الفرقه التاثير ده كله؟ يعني هل ايهاب جلال لما يمشي من فرقه كبيره وعملت اسم وعندها مجموعه من اللعيبه كويسه جدا وعندها اداره على اعلى مستوى وبينفذوا اي حاجه للمدير الفني، هل ايهاب جلال يعمل الدروب؟ هو جزء الكبير ده؟ هو جزء واللعيبه جزء اخر، مليون بعد اللعيبه رحلت طبعا. دي يعني ده السبب ده السبب. زي برضه شفنا انبي برضه نفس القصه برضه، عمليه بيع اللعيبه. هنرجع تاني للموضوع استراتيجيات مجالس الادارات، هل الاستراتيجيه انك تعمل اسم وتكسب بطوله ولا استثمار؟ تبيع بقى لعيبه وتجيب فلوس وتشتري بقى لعيبه مثلا صف تاني وتمشي الامور عشان تفضل بس في الممتاز وخلاص، دي على حسب الاستراتيجيه بتاعت مجالس الادارات. فانا شايف ان موضوع تغيير المدربين ما ينفعش، احنا ما نشوفش بره الكلام ده يا كابتن ماهر. صعب جدا، يعني صعب جدا. إن وبعدين فرقه واحده تغير 2 مدربين وثلاثه في الموسم، طب هيعملوا ايه؟ الاتحاد مغير اكتر من 3 4 مدربين، مش معقوله. فرقه الرجاء مغيره بعد تاني ماتش خالد قماش السنه دي، وبعد كده كابتن عماد نحاس، بعد كده جه كابتن رمضان، يعني ونفس القصه بالنسبه لفريق امبي تمام وفرقه المقاصه. يعني تمام. الموضوع التغيير، يعني انا في وجهه نظري بدل ما بتغير المدرب، لان اللي جاي المدربين كلهم مستوى واحد اللي انت بتجيبهم في الانديه مثلا زي طنطا وزي الرجاء والكلام ده كله. طب انت بدل ما تغير المدرب، ما تقعد مع المدرب واللعيبه تعالج المشكله، اديهم إيه؟ حافز زود مثلا اي حاجه. انت عارف الحافز المادي ده بيفرق قوي مع اللعيبه في فتره الاحتراف. طب هنا في سؤال يا كابتن،
يعني برضو وده طبعا مع كامل احترامنا وتقديرنا، بس احنا مثلا بنسمع عن المدرب اكس بيرحل عن الفرقه مثلا الفلانيه، تمام، وتلاقي هو نفس المدرب بيتعاقد بعديها بكام يوم مع فرقه تانية. طب لو هو وحش مشي ليه؟ هي ماشيين بمبدا اللي هو غير عتب، يعني هو وحش جبتوه ليه؟ ولو هو يعني كويس مشيتوه ليه؟ ده حتى ما لحقش ياخد فتره راحه عشان حتى الفكره او اللي متاخده عنه تتغير شويه، تنسي شويه. انت الاسبوع ده بتمشي من هنا بتمسك فرقه يعني مش مثلا اقل من اللي كنت ماسكها، يمكن تكون اكبر من اللي كنت ماسكها. فحاجه غريبه احنا مش عارفين طبعا تفسير الموضوع. كلهم خمس ست مدربين، خمس مدربين ست مدربين قصر عليهم الموضوع، بيطلع من هنا بيخش بيطلع من هنا، ما هي مش ممكن، مش معقول. عايز لها. هل مصر ما فيهاش يا كابتن ماهر مدربين؟ لا موجودين ما شاء الله كلهم، يعني ما شاء الله كتير، بس عندهم درايه كبيره جدا وعندهم خبرات وما شاء الله مثقفين وعندهم شهادات على اعلى مستوى. لكن يعني عايزه برضه مجالس الادارات، مجالس الادارات هي تجمد قلبها شويه وتدي فرص بقى للناس الجديده، ممكن الجديده عنده فكر مختلف ونطلع يعني مدربين صغيرين. ساعات حشبه وهو يقول لك تملي التغيير بيجيب الايجابي طبعا. يعني انا طبعاً مثلا النهارده مش موفق مثلا مع المقاصه، بقى لي اربع خمس مباريات مش موفق. طيب ما يعني ادي راحه للكابتن ماهر امام واجيب حشيش، تمام. هو تملي الجديد واخد بالك بيجيب الايجابي، يعني تملي حشيش يخش مكان ماهر امام زي ما احنا شفنا يمكن مكيده ومحمد عمر. صحيح، احنا حتى يمكن قلنا من خلال رحيل مكيده عن الاتحاد قلنا ان عمر جاي ان شاء الله هيكسب ثلاث نقاط. ايوه نفسيا بقى، بس الاستمرار بقى ذهنيا، لكن هي بقى الاستمرار زي ما حش بيقول، يعني الاستمرار. ما دايما التغيير بيدي نشاط كده، بيدب نشاط في اللعيبه وفي الفرقه، بس في وبعد كده بنرجع تاني. ما هو انا دلوقتي جبت كابتن محمد عمر، راجل من ابناء نادي الاتحاد، راجل عنده خبرات في الدوري الممتاز، ولكن ما قبل كابتن محمد عمر ما كده اجنبي ولم ينجح، ومن قبله كافالي مدير فني فرنسي ولم ينجح، ومن قبله كان في التغيير ماشي. انا ورحت في الاخر للانسى كويس، بس امتى؟ امتى بالظبط؟ الاتحاد الان يعاني من اجل البقاء. صحيح، وهي على فكره دي مشكله الفرق اللي من النوعيه دي بتاعت كل سنه نفس القصه. سمعنا برضو السنه اللي فاتت الاتحاد غير اكتر من مدرب، فرقه ثانيه برضو غيرت اكتر من مدرب. طب ليه انت ليه ما يعني من بدايات بقى من فترات الاعداد اختار لعيبه كويسه بدل ما يعني بص، ما هو يعني مدرب كويس من غير ادوات ومن غير لعيبه كويسه صح مش هيعمل حاجه. ما تجيبش تقول مثلا صح كابتن ماهر احسن مدرب في مصر هيروح على فرقه مثلا زي فرقه الاتحاد ما فيهاش عناصر يأدي بيها، مش هيعمل حاجه، هيتظلم. ما فيش امكانيات، ما فيش لائحه ماليه تقدر تحفز الناس. دلوقتي احنا ما بقاش في انتماء، عشان نبقى عارفين بس ونبقى يعني واضحين. مش ايامنا احنا واحنا كنا بنلعب كان النادي الاهلي لو مشينا من الباب ده هنخش من الباب التاني نرجع له تاني. نعم. دلوقتي بقت المساله فلوس، بنشوف احنا لعيب ممكن يعدي في سنه واحده موسم بيعدي على فرقتين حتى، يعني انت فاهم ازاي؟ فتقدر تقول لي بقى ده بيلعب لدجله ولا بيلعب للاتحاد بيخلص له ولا حاجه؟ لا، المكان اللي فيه فلوس كويسه ولائحه كويسه بيستمر فيه. فانت من غير امكانيات مش هتقدر تعمل حاجه. بدل ما تقعد تغير مدربين، لا، من البدايه ارصد ميزانيه كبيره. انت حضرتك بتتكلم على الاسس اللي الخطوات السليمه، ودي المدرب كمان فرصه، لان ممكن انا في الدور الاولاني يصادفني سوء بخت اتغلب كذا ماتش ورا بعض، وممكن الدور الثاني يتغير خالص. بالظبط، حتى يعني احتياجاتك للاعبين الدور الثاني بتبقى بالظبط كده، اللعيبه اللي انت محتاجها اللي انت شايف فيه قصور عندك، زي مثلا الرجاء يعني رمضان السيد. صحيح، انا في رايي حشيش لو رمضان جه محمد من بدري شويه كان هيعمل فارق مع الرجاء. احنا معنا على الهاتف الحاج سعد ابو صندوق رئيس نادي الرجاء. مساء الخير يا فندم. محمد ازيك؟ ازي حضرتك؟ تحياتي ليك كابتن ماهر همام. الحاج سعد، اهلا يا حاج سعد، ازي الحال؟ الله يخليك. حاج سعد، يعني دايما تصريحات نادي الرجاء الان ان لسه الفرصه قائمه ولسه في قتال وان الامالي موجوده، وعلى الرغم انها صعبه للغايه في البقاء ولكن موجوده. فن طبعا يا كابتن محمد، طبعا لسه 10 مباريات ب 30 بونت ولسه الامالي مستحيل احنا هنجتهد وهنكافح لغايه الاخر. اي نعم الامور فيها صعوبه شويه وفرقه كبيره قدامنا زي الاتحاد وزي وادي دجله وزي طبعا، لكن احنا هنكافح الاخر. والحقيقه يا كابتن برضه من يوم ما جه كابتن رمضان انت شايف الشكل اتغير والاداء اتغير والروح اتغيرت والاصرار والعزيمه بتاعت اللعيبه.
ان شاء الله يا رب ربنا يكرمه كده يا رب ويوفقه. طيب حاج سعد، الكل الان ينتقد الرجاء من اجل ان هو اكتر فرقه عملت انتقالات في شهر يناير. شايف الانتقادات دي ليه؟ الانتقادات دي مش محلها يا كابتن، احنا في المركز الاخير. نعم. يعني جاي يناير واحنا في المركز الاخير. فلازم نجدد ولازم نكافح ولازم نجيب لعيبه تأدي. احنا لو كان عندنا لعيبه كويسه ومؤديه ما كناش غيرنا، هو حد يحب التغيير؟ نعم. لكن احنا كنا يعني لما تبص على المركز تقول المجلس الاداره والجهاز الفني ده في حقه لازم يغير. نعم. احنا جبنا ولو لقينا لاعبين ثلاثه كويسين في الثاني كنا جبناهم. طيب هل يا حاج سعد كل الانتقالات دي كانت بوجهه نظر المدير الفني؟ طبعا يا كابتن، بص احنا ما بنجيبوش لعيبه الا بموافقه المدير الفني ايا كان هو معانا. احنا هنا عم شاكلين لجنه كوره ونجيبوا لعيبه بس الاوكي اللي بيديه المدير الفني، ده عايزه ده مش عايزه. اللعيبه اللي ايدناهم كلهم براي كابتن خالد القماش، وجم لعبوا مع كابتن عماد النحاس فتره طويله. جه كابتن رمضان يعني يمكن جه في اخر مباراه في الدور الاول. نعم. وعمل معسكر خمس ايام، قال لي لا في ناس مش هتنفذ اللي انا عايزه. عايز اقول له حاجه. طيب حاج سعد، هل هتعمله في الماتشات اللي جايه؟ هل هيبقى في لائحه خاصه لاخر 10 ماتشات للدوري الممتاز؟ هل هيبقى في مكافئات فوز هتتضاعف؟ والله احنا من مباراه امبي كابتن محمد كابتن رمضان عدل اللائحه وعمل اي مباراه يكسبوها 10,000 جنيه. وفي مكافاه كبيره من السيد المحافظ وحتى البقاء. فاحنا نجتهد ونحافظ، ما فيش حاجه غايب لهم. احنا كل حاجه بنعملها. ان شاء الله يا رب ربنا بس التوفيق يكون حليف. طب حاج سعد، ايه الحاجه اللي حضرتك كنت حابب ان انت تكون عملتها من اول الدوري ودلوقتي عملتها ولقيتها شغاله؟ يعني هل في لعيبه معينه جبتها في انتقالات يناير كان ممكن تجيبها في منذ البدايه؟ هل التعاقد مع كابتن رمضان من منذ البدايه كان ممكن يبقى افضل بالنسبه لك؟ للامانه كابتن رمضان السيد لو من البدايه كان فرق معانا كتير. فرق معانا لان هو عنده درايه كبيره جدا جدا باللعيبه. عارف يمكن لعيبه مصر كلها، تقول لي اسم اللعيب بس المعروض عليك وهو يقول لك هذا يلعب مركز ايه ولعب قد ايه ويفيدنا ولا يفيدنا. يعني اللعيبه احنا جبنا 18 لاعب في يناير هو اللي قايل عليهم كلهم. وانا اتفرجت عليهم، يعني اللعيبه بسم الله ما شاء الله قدروا يكسبوا المقاولين ويكسبوا امبو وينبي ويتعادلوا مع المصري وماشيين بشكل كويس جدا. طيب لا يا فعلا اللي كابتن رمضان طبعا خبرات كبيره وراجل وما بيقلقش برضه من التانيين خالد القماش وعماد النحاس، ولكن هي بس خبرات بقى ممارسه. هو راجل اشتغل مع ناس كتير واتمرن في ناس كتير وطلع من نادي كبير ففرق معاه برضه. طيب حاج سعد، اخر لقاءات للرجاء يعني حتى امام النادي المصري خساره بفارق هدف، والنتائج دلوقتي في الدوري الممتاز بقت بتبقى فرق جون. هل شايف ده عشان الاقتراب الدوري من الانتهاء؟ بص يا كابتن محمد، هو الدوري كله في الدور الثاني صعب جدا، لانه في فرقه بتنافس على دوري، ومع ان الدوري اتحسن للاهلي بنسبه 90% و90%، لكن الفرقه اللي تحت دي كلها عندها قلق. حتى اللي عنده 35 بونت وعنده 34 بونت وعنده 33 بونت فكله عنده قلق. المباريات كلها صعبه، ما فيش فرقه يعني انت شايف طنطا تعادل مع المقصر. نعم. رجاء تعادل مع المصري، رجاء كسب انبي. فهتلاقي العمليه الماتشات اللي جايه دي ماتشات صعبه جدا 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 على اي فرقه. نعم. شايف الاهلي عمل ايه مع رشيد؟ كسب رشيد 1-0 بالعافيه. طيب هل التعادل امام المصري حضرتك تحسبه انها نقطه فعلا ممكن تبقى ليها عامل مؤثر في بقاء الرجاء او بدايه انطلاقه؟ احنا كنا بنلعب على المكسب، محافظين لعبنا على المكسب، ويمكن حتى تغييرات الكابتن رمضان كلها فراوده نازل محمود عبد العاطي نازل مصطفى لالا، تغييرات الشوط الثاني كلها عايز يكسب. نعم. لكن في الاول والاخر انت بتلعب فرقه كبيره. نعم. فرقه كبيره مع جهاز فني محترم، فرقه بتتعب في الاهلي والزمالك. فالنقطه برضو ما هياش ما تعتبرش خساره من مصر. حاج سعد ابو صندوق رئيس نادي الرجاء، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، اتمنى لك التوفيق. الراجل برضو في كلامه حابب ان هو يعني يقاتل من اجل البقاء، وده حتى عنوان الحلقه النهارده. الدوافع بقت مهمه جدا كابتن حشيش. يعني دي اللي انا كنت عايز يعني اعلق عليها مع الحاج سعد. هي المشكله في اختيار اللعيبه، مش ان انا اجيب لعيب واديله مقابل مادي وخلاص، او لعيب يكون كويس يا كابتن ماهر. صح. الاهم من ده ان صفات اللعيب اللي انا جايبه يتناسب مع طموحات نادي الرجاء، ان انا عايز على الاقل في السنوات الاولى في الدوري الممتاز ان انا استمر، ما بقاش مهدد بالهبوط. لازم اشوف في المواصفات دي. في لعيبه انا عارف بعض اللعيبه منهم، يعني
مش في الرجاء بالتحديد يعني، في معظم الانديه بتبقى عايزه تلعب في الدوري الممتاز وخلاص، ونادي بيدي فلوس وعقد كويس يبقى محطه للسنه الجايه لحاجه ثانيه. ده ما بيفرقش معاه النادي بقى ينزل يطلع يا كابتن ماهر يعمل كذا ولا كذا. فانا اعتقد ان الدوافع مهمه جدا ان نختار اللعيبه على اساسها، وفي نفس الوقت لازم اقرن العقد بتاعه بايا كان طبعا باي طريقه يعني، انه يبقى مع الهدف ان انت مثلا لو استمريت في بطوله الدوري في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، يعني مش مساله تعاقد بس ان انا بتعاقد مع لعيب وبدي له كذا وهديك مش عارف ايه، اللعيب هياخد فلوس ويقضيها خلاص. زي ما حاصل في فرق كثيره في تخاذل، بنشوف فرق عامله شغل كبير جدا. يعني مثلا لو هنقارن مثلا يعني معلش انا هاخد لا اتفضل الاسيوطي مثلا والرجاء نفس الظروف، فرقتين لسه طالعين الدوري الممتاز لسه بيتحسسوا الدوري الممتاز. الاسيوطي عامل شغل كويس جدا جدا مع علي ماهر، دوافع اللعيبه مموته نفسها. طب حضرتك شايف ليه يعني ليه الاسيوطي فارق حتى في الاداء؟ الدوافع اللي عند اللعيبه، سيبك من الامكانيات الماديه، ما هو الرجاء بيدي برضه فلوس كويسه، انما هو معاهم مدرب محمسهم وفي هدف معين عايز يوصل له، وعلى طول الهدف ده في دماغهم في كل ماتش. احنا شايفين ماتش الاهلي كانوا عاملين ازاي لغايه اخر دقيقه وحماس وعاملين احسن فرقه لعبت الاهلي بالظبط كده. يعني الدورين يعني كمان المباراه الوحيده بالنسبه للنادي الاهلي في الخمس مباريات الاخيره الاهلي فارق في كل المباريات في المستوى او عن الفرقه اللي بيلعبها. اقل فرق كان موجود في مباراه الاسيوطي، النادي الاهلي كان فرق حاجه بسيطه عنه ولغايه اخر لحظه حتى باينه من السكور كمان. هقول لك حاجه حشيش يا محمد، مشكله السماسره يعني مجالس الاداره بتسيب نفسها للسماسره بشكل كبير قوي. هم اللي بيختاروا لها المدير الفني، هم بيختاروا لها اللعيبه، واخد بالك حتى المرحله الانتقاليه الشتويه هم اللي بيجيبوا اللعيبه. فانا عايز اقول ان فرق كبيره جدا اتاثرت واتضرت بسبب السماسره، واخد بالك؟ لكن زي ما حش قال يعني المحطه من ضمن المحطات اللي اشتغلت صح باحترافيه هي الاسيوطي، ان هو قدر محمود الاسيوطي رئيس النادي ان يجيب جهاز على اعلى مستوى. صحيح. علي ماهر وهادي خشبه كمدير كوره ومحمد حاسس ان في مشروع كابتن هناك في الاسيوطي؟ انا حاسس بصراحه يعني المناخ شايف ان في مشروع احترافي على اعلى مستوى. عارف يا كابتن ماهر بيفكرنا بايه؟ الملاعب والمطاعم بيفكرنا بالبدايات المقصه بالظبط طلعت مجلس اداره على مستوى عالي جدا، لعيبه لائحه اساس نظام وصلوا، سيبك من السنه الاستثنائيه السنه دي بالظبط، انما وصلوا نقى مدربين ابتدى يطلع مع الفرقه، ما استغناش عن لعيبه بالكوم. وحتى لما عمل كابتن هنا في نقطه مفارقه يعني حتى احنا لسه هنجيلها، كان فريق النصر كان عنده لاعب انتقل للنادي المصري اسلام عيسى وراح بقيمه ماليه كبيره، ونادي الاسيوطي برده كان عنده عنتر وذهب الى نادي الزمالك، ولكن هنا حسيت ان في فرقه اتاثرت جدا طبعا في الاداء. يمكن يعني اسلام كان عامل شكل مميز لفريق النصر بصراحه، تمام حق قال، والعنتر كان برضو مميز مع الاسيوطي، ولكن لما تم انتقال اسلام الى النصر حسينا ان الفرقه الى حد ما مش هي. صحيح. لكن صحيح. في العنتر انتقل وفرقه الاسيوطي بصراحه جابوا افارقه على اعلى مستوى كده. ودي تحسب برضو. بس هنا بقى عايز اقول لك حاجه، مكملين في فرق امكانيات يا كابتن ماهر، فرقة النصر احنا عارفين امكانيات نادي النصر يا دوبك الدكتور عمرو ماشي الفرقة اقل طبعا، لو جينا حسبنا العقود بتاعة لعيبة النصر اقل عقود في الدوري، يمكن اقل كمان من طنطا. الاسيوطي هي برضو امكانيات تانية الى حد ما اعلى، الى حد ما اعلى، فقدر يستعيد بلعيبة. نادي النصر جاب مين في يناير؟ ما شفناش جاب حد في يناير، هو لاعب حاجات برضو بسيطة من يعني. فهو ده الفرق فيه، بتبقى برضه يعني الامكانيات بتحكمك في بعض المواقف، لان احنا قلنا برضه دلوقتي الكوره بقت صناعه وبقت امكانيات زي ما احنا قلنا، في امكانيات كويسه هتقدر تجيب لعيبه كويسه وهتعمل لائحه كويسه وهتعمل نظام كويس، غير كده هتبقى ماشي يا دوبك على حسب بقى توفيق اللعيبه بتنزل وتطلع. طب انا عايز اقول لك كمان يا محمد حشيش، في نقطه مهمه جدا فنيا، انت كمان في اختياراتك للفرقه بيبقى عندك ثلاث مراحل من اختيار الفرقه. يعني نجح فيها علي ماهر بشكل كبير جدا ان هو عنده خبرات موجوده في الفرقه وشفناهم، يمكن حماده طلبه
واحمد سعيد اوكا ويمكن. طب احنا معنا على الهاتف الحاج محمود الاسيوطي، طبعا لازم نهنيه. مساء الخير يا فندم. اهلا مساء الخير، ازيك يا فندم؟ عامل ايه؟ الحمد لله، تحياتي وتحيات كابتن ماهر امام وكابتن حشيش محمود. محمود بيه، اهلا وسهلا بيك. تحياتي لكابتن ماهر امام. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. نجومنا النجوم زمن الجميل. ربنا يخليك يا محمود. السنه دي هذا الموسم صراحه فندم فريق الاسيوطي مختلف في كل حاجه. كابتن علي ماهر اداء على اعلى مستوى، فرقه الاسيوطي بتلعب كوره، وكنا بنتكلم ان في مشروع ابتدى المشاهد المصري المشجع العادي يحس بان فريق الاسيوطي عنده مشروع بيقدم كوره كويسه، في نفس الوقت ايضا بيستثمر في بيع اللعيبه، وفي نفس الوقت الفرقه ما فقدتش كتير من انتقال مثلا نجم زي عنتر. الحمد لله، يعني كان اختيارنا للكابتن علي باهر، وبعد كده كمان كابتن مهدي خشبه، وكل الجهاز الفني صراحة كان اختيار موفق، ده توفيق من عند ربنا. انت عارف كابتن علي ماهر لما جينا نختاره، الكلام اللي حضرتك اتكلمت عليه كله ده كان قدامنا مكتوب، ان احنا عندنا اهداف، وعايزين المدير الفني المناسب اللي يقدر يحقق الاهداف، اللي انت ازاي تقدم فريق قوي وفي نفس الوقت تستثمر وما يحصلش اي خلل في الفريق في حاله بيع لاعب زي ما حصل مع محمد عنتر. ففعلا الكابتن علي ماهر يعني كان في الاهلي شغال مدير فني لفريق الشباب، اللي هم طلع منه رمضان صبحي وتريزيجيه ومجموعه لعيبه معظمهم دلوقتي محترفين، فهو مميز، عينه حلوه في اللعيبه. كمان زي ما بقولوا صنايع حرف، بيعرف يطور من اداء اللاعب. فالحمد لله كان توفيق من عند ربنا ان هم كنا موفقين في الاختيار. طيب استاذ محمود، هل حضرتك حاسس ان الاسيوطي اقترب من البقاء في الدوري الممتاز؟ يعني هو يعني زي ما الناس النهارده، انت لو سالت اي حد في الاهلي اخذ دوري هيقول لك لا ما ينفعش كده، لان لسه لازم تبقى عدد الماتشات الباقيه وعدد النقاط رسميا ساعتها يعلن النادي الاهلي انه اخذ الدوري. وطبعا احنا الثلثيه تمام، منطقه دافئه، مش اللي مطمنا 29 نقطه، لا انا بالنسبه لي مطمئن على اداء الفريق. نعم. ممكن يبقى عندك 29 نقطه وانت حاسس ان انت مثلا جمعت النقاط دي بالحظ في مباريات كده وادائك سيء، فممكن تنزعج. لكن انا اللي مطمن اكتر ومطمن المنصوبه كلها ان الاداء يطمئن، واكتر دليل الماتش الاخير امام النادي الاهلي ده انت عندك فريق قوي، فده بيطمن، مش ال 29 نقطه اللي هي تطمن. فادائنا ان شاء الله احنا مطمئنين، الجهاز الفني واللعيبه يعني الحمد لله عندنا خط دفاع كله خبرات، هوكا وحماده طلبة ده منتخب مصر، عندنا الاوغندي ده منتخب اوغندا 13 مباراه في منتخب اوغندا، عندنا اسلام صيام لاعب عنده قدرات كبيره جدا في الدوري، فاحنا عندنا حارس مرمى دعدور ده مميز، وانا بعتبره ده مواليد 65 مشروع حارس مرمى مصر، ده حاجه على اعلى مستوى، ثقه بيلعب يطلع من تحت الكوره، فحاجه جميله جدا. فاحنا عندنا خط الامان اللي هو ورا ده يعني كله خبرات، فاحنا مطمئنين على اداء الفرقه ومطمئنين ان ان شاء الله ده احنا بنفكر ما بنفكرش في موضوع البقاء اكثر ما بنفكر في تحديد المراكز، لان احنا السنه دي عايزين ناخد مركز متقدم. وانت شايف النهارده ان احنا لو فزت ماتش هتبص تلاقي نفسك في المركز السابع، ما بيننا وبين المركز السابع ثلاث نقاط، يعني مباراه واحده هتخليك المركز الثاني. طيب اتمنى طبعا التوفيق للفريق في الفتره اللي جايه وان احنا ناخد مركز متقدم. طيب استاذ محمود برضو عايز اسال حضرتك، اللعيبه الافارقه اللي تم انتقالها فريق الاسيوطي، المهاجم من جنوب افريقيا تشيلومبو، يعني فرقه او لعيبه جايه يعني حسينا بانسجام شديد ما 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 بينهم وبين زمايلهم، يعني مش جداد حتى على الدوري المصري، هل انتقائهم كان من الجهاز الفني؟
طبعا وكل حاجه بتبقى عن طريق بتعرض لعيبه كتير جدا عن طريق الشركات، وفي الاخر الجهاز الفني هو اللي بيقول احتياجاته وهو اللاعب اللي بيتناسب مع فكره وطريقه لعبه، فاحنا بنتفاوض معاه. لو التفاوض كان خارج امكانياتنا بنبدا نتفاوض مع حد ثاني. احنا ربنا ما وفقناش في الدور الاول في الاربعه الاطراف اللي كانوا موجودين كلهم انهينا عقودهم بانتقالات الشفويه بطريقه وديه، و يعني اتقرفنا من موضوع الافارقه، فخلانا اختياراتنا في الدور الثاني اختيارات دقيقه جدا، وجبنا لعيبه لعبه ماتشات، يعني احنا بناخد قرار فيها هي وبتلعب ماتشات، يعني بتفرج عليها في ماتشات، يعني ده كان بيلعب بطوله المغرب المحلي منتخب اوغندا المحليين، احنا متفرجين عليها ماتشين، بعد ما الماتشين خلصهم كان جاي وكنا مخلصين العقد بتاعه. نفس الكلام مع ده وديف، كانوا بيلعبوا في ثلاثين مختار، كانوا بيلعبوا يعني ديف ده بيلعب منتخب جنوب افريقيا للناشئين، اسمه سمع قوي في جنوب افريقيا، نادي بلتين ستارز بيشارك في الكونفدراليه، يعني نادي ليه اسم. شوك ده جايب هدفين في الكونفدراليه في نوفمبر او اكتوبر في الصفاقس التونسي، لعيبه رجلها في الملعب، لياقه بدنيه طبعا جاهزه. حقيقة النهارده عمليه انسجام، فانا شايف ان الكره الحديثه ما عادش موضوع الانسجام ده بيعول عليه، ما عادش زي زمان. هو المدير الفني بيبقى له السبب الرئيسي يا استاذ محمود. طب استاذ محمود اتكلم على، هل كابتن علي ماهر بعد التالق ده باقي في الاسيوطي؟ هتحاولوا تحافظوا عليه؟ طبعا يعني انا اتمنى طبعا كابتن علي ماهر، انا قلت له انت هتطلع من اسيوطي لازم يكون حاجه كثيره قوي يعني. فهو احنا العائد على الكابتن علي ماهر 30 طيب السنه دي والسنه اللي جايه ان شاء الله. انا اتمنى نكمل، احنا مترابطه طبعا، يعني نتمنى طبعا الاستقرار هو اللي بيعمل نتائج وهو طب في عروض جت يا استاذ محمود عن مهند لاشين ولا لسه؟ والله العروض يعني احنا كان اتكلم الاهلي كان الزمالك اتكلم في يناير، بس كلام ودي لان احنا رفضنا بيعه في يناير. احنا كان الكابتن علي وافق بس على بيع عنتر، ما وافقش على بيع اي حد ثاني، لان مهندس برضو عنتر احنا كنا عارفين ان في هنجيب ديفت وهنجيب عندنا لعيبه ممكن تعوض مكان غيابه، لكن مهند بالنسبه لنا وجودنا في الدوري اهم من الاموال، من بيع مهند. فاحنا رفضنا بيع مهند، اول حديث حتى عن بيعه في يناير، لكن الاهلي اتكلم عليه، الزمالك اتكلم عليه، في انديه من بره برضه اتكلمت في يناير، لكن احنا ان شاء الله يعني مهند احنا وعدناه ان اخر الموسم ان شاء الله لو جاء عرض يليق بيه ويليق بالنادي وهيساعد النادي ان يقدر يدعم ويجيب صفقات ان شاء الله نوافق عليه. استاذ محمود الاسيوطي بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. الصراحه زي ما كنت بتكلم مع نجومي الكبار بيتكلم على مشروع الاسيوطي في هذا الموسم والجهاز الفني للاسيوطي وغير الكابتن علي ماهر وايضا الكابتن هادي خشبه ودورهم في مسار الفريق. القصه هنا تختلف جدا القصة هنا تختلف عن الرجاء لو هنش المكالمة الأولانية من المكالمة الثانية. احنا بنتكلم على الرجاء بيصارع من أجل البقاء، دي قصة ثانية، عايز له موسم ثاني لو قعد يبتدي يحسن من نفسه. إنما احنا بنتكلم على الأسيوطي في المنطقة الدافية وعامل نتائج ومستوى بدأ بيه غير مستوى دلوقتي اللي بيفنش. خلاص احنا بنتكلم على فاضل يمكن 9 أسابيع أو 8 أسابيع في الدوري، ماشي بخطة كويسة. المفروض الاستراتيجية بتاعته الجديدة أو الهدف الجديد الموسم الجديد إن لا مربع ذهبي عشان أخش في أفريقيا وأتصنف، بقى قصة تانية. ده مش هيجي من فراغ، لو قعدت أبيع في اللعيبة هعمل زي إنبي، طلعت برضو نفس القصة وابتدت تفرط في اللعيبة وصلت للمستوى ده المركز الثاني يعني الاول زي المقصه وزي الفرق زي ما انت قلت المقصه في الاول، لكن هو ده شغل الاحترافي بالظبط اللي الاستاذ محمود بيتكلم عليه. محمود الاسيوطي ازاي بقت الاسيوطي بهذا الشكل؟
نتيجه الاستراتيجيه اللي احنا اتكلمنا عليها ان المجلس عايز. ايوه بالظبط. واخد بالك؟ لما المجلس عايز رقم واحد يبقى موجود في الدوري الممتاز، لان طبعا انا طالع من القسم الثاني فصعب جدا اروح للمربع او اخد الدوري او اخد اول خطوه، فرقم واحد ابقى موجود في, في 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 الدوري. النقطه الثانيه ان هو اختار الجهاز الفني اللي عنده الدرايه واللي عنده الخبرات، ممثله في هادي خشمه وعلي ماهر ومحمد اللي هو المدرب العام. طب كابتن ماهر عايز اسال حضرتك سؤال مهم، ان نخش بقى في استعدادات النادي الاهلي. النادي الاهلي اداؤه امام الاسيوطي ما كانش بالمستوى اللي احنا متعودين عليه من النادي الاهلي، حضرتك شايف ايه الاسباب؟ بص يا محمد، انا عايز اقول لك احنا كنا اتكلمنا على الاسباب يمكن اللي ممكن تعوق النادي الاهلي، مش في مشواره، لا تعوقه من خلال لعبته. نعم. حته الاصابات اللي ممكن تنول من لعيبه النادي الاهلي وخصوصا اللعيبه الدوليين. النادي الاهلي يا محمد هو النادي الوحيد اللي ما ريحش بقاله اكتر من سنتين ثلاثه. نعم. بالنسبه للجزء المحلي او بالنسبه للجزء الدولي، اللعيبه الدوليين مع الاسف 7-8 لعيبه دوليين ما ريحوش بقالهم اكتر من سنتين، واحنا كنا لعبنا كوره يمكن انا وحشيش، وعدم الراحه ده من خلال المشوار اللي احنا بنشوفه كل 3-4 ايام ودي في منتهى الصعوبه. نعم. اكيد هيحصل اصابات يعني، ويمكن اخرها اصابه عبد الله السعيد. مهما كان الاستشفاء عندك ومهما كان عندك الاجهزه اللي تقدر تساعد على الاستشفاء وعوده اللعيب مره ثانيه انه يقدر يلعب المباراه اللي وراء، النادي الاهلي بقاله 11 مباراه بيستمر بهذه القوه بهذا الانتشار وبهذه الاستراتيجيه والتكتيك اللي بيلعب بيه. لكن عايز اقول لك انك انت مش هتستمر انك انت تمتع جمهورك على طول خصوصا في الاسابيع الاربعه اللي ورا، لكن هيجي لك وقت يحصل زي ما شفنا كده في الاسيوطي، الدنيا قفلت، الاسيوطي لعب باسلوب يمكن معظمه دفاعي. صحيح. اعتمد على الكونتر اتاك بيقدر ينول منه انه يحرز هدف. فرص النادي الاهلي كانت اقل من الاربع اسابيع اللي قبل كده، يعني فرص النادي الاهلي ما كانتش موجوده بالشكل الايجابي. معظم اللعيبه اللي قدامانين بالذات محمد عندهم اجهاد، اجاي عنده اجهاد، عبد الله السعيد، وليد سليمان، حتى ازارو. لكن الهدف موجود، الدوافع موجوده، الشخصيه موجوده، شخصيه البطل موجوده. ان احنا نكسب 1-0 انا شايف ان دي كانت نتيجه ايجابيه بالنسبه لنا، وهو واحد في المباراه المقفوله اللي بالشكل ده بتخلص بواحد. حتى الدور الاول كان انتهى بواحد بالظبط. لكن عايز اقول لك الاجهاد الواقع على لعيبه النادي الاهلي 11 مباراه بالقوه دي والاستمرار ده، يمكن اخرهم مباراتين من العيار الثقيل، يعني مجهود مبذول مع المقاولين العرب، يمكن شفنا وتمتعنا في المباراتين بالاهداف الثلاثه في المباراه الاولى وخمسه في المباراه الثانيه، وكميه الجري وكميه اللياقه البدنيه اللي موجوده عليها لعيبه النادي الاهلي. لكن بتوصل لمرحله يا محمد بيحصل الاجهاد يصيب النجوم بتاعتك اللي ما راحتش بقى لها يمكن سنتين ثلاثه. فانا عارف ان الجهاز الفني كابتن حسام عنده درايه بشكل كبير جدا في الجزئيه دي. انا متاكد ان مباراه النصر اللي جايه كابتن حسام هيوفر مجهود اللعيبه اللي هي حاسس ان هي مجهده. الحمد لله عندنا دكه مليئه بالبدلاء المحترمين المؤثرين اللي بيعملوا لنا الفارق لما بينزلوا. في لعيبه بدات تثبت وجودها، انا شايف الكابتن حسام من الفتره اللي جايه ديت هيبقى في تغيير اكتر من 3-4 لعيبه من اللعيبه الاساسيه اللي راحتهم في مباراه النصر. هو قبل ما اروح للكابتن محمد حشيش عايز اذكر حضراتكم ان في لقاء ام بي والاسماعيلي الان في الاسبوع 25، وحتى الان النتيجه التعادل بدون اهداف، لو في اي تغيير في النتيجه هنبلغ حضراتكم. كابتن حشيش بالنسبه للنادي الاهلي وهنتكلم على ايضا لقاء الاسيوطي، كان في بعض التغييرات داخل صفوف الفريق، كنا شايفين هشام محمد جنب عمرو جنب في وسط الملعب وكان بيزيد في الناحيه الهجوميه في بعض الاوقات، ايضا عمرو السوليه كان موجود جنب هشام محمد، وظاهري الاجناب كابتن حسام البدري دايما بيعتمد عليهم صبري الرحيل واحمد فتحي واوفرات كتير جدا ولكن لم تستخدم. هل حضرتك ممكن يحدث نفس الشيء امام النصر؟ بص انا عايز اقول لك حاجه فاروق، لازم نتفق على حاجه. نعم. اداء النادي الاهلي اللي انا شايفه في الفترات الاخرانيه انا بعتبر حسام البدري بيعمل اعجاز بصراحه خلال الفتره اللي فاتت. فرقه بتلعب كل 3 ايام مباراه وبتلعب على بطوله على طول، يعني ماتشات كؤوس، هيلعب 8 ماتشات في شهر فبراير، مش يعني هات اي مدرب في العالم
يتحط في الظروف دي. ما اعتقدش اي مدرب بره في اوروبا بيتحط في الظروف دي. يعني لما بتكتر تبقى ستة لكن ما تبقاش 8. سنه استثنائيه السنه دي. وانا برضو يعني قبل ما اكمل كلامي لازم اشيد بصراحه بالحاج عامر حسين. نعم الحاج عامر حسين انا في مخيلتي لو جبنا اي واحد في العالم وادينا له المعطيات بتاعته والفرق والتوقيتات اللي موجوده ولازم تخلص قبل كاس العالم بفتره عشان تدي فرصه للمنتخب، وعنده مشكله ان ممكن يبقى في دبل في الملاعب وملاعب مش موجوده وفي فرقه بتلعب اكتر من فرقه بتلعب على ملعب واحد، وافريقيين حشيش كمان، مش معقوله مش معقوله ان هو يقدر يعمل الجدول ده ويخلي المسابقه منتظمه وكل الناس راضيه. ده بصراحه الحاج عامر لازم بصراحه يعني اشكره من هنا، واعتقد انا يعني بقول يعني ربنا يخليه ان هو ايه موجود، لان اي حد غيره ممكن بصراحه يبقى في مشاكل مشاكل يهرب طبعا، في مشاكل كتيره والناس في ناس مش عاجبها كمان اللي هو بيعمله يعني. فده كان لازم اديله بس سريعا بس كابتن عبد العاطي سيد المدرب العام لفريق النصر. مساء الخير يا كابتن. ازيك يا كابتن؟ عامل ايه؟ ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك، وتحياتي وتحيات كابتن ماهر رمام وكابتن محمد حشيش. طبعا تحياتي لكابتن ماهر وكابتن محمد حشيش، طبعا تحيه كبيره ليهم. كابتن ماهر من قناه الكوره لينا، كابتن حشيش طبعا. اهلا بيك عبد العاطي. اهلا بيك كابتن عبد العاطي. اخر استعداداتكم لقاء النادي الاهلي، ماتش اكيد هيبقى صعب على فريق نادي النصر، ولكن النصر اعتقد ما فيش حاجه يخسرها خلاص، ده يعني على المتزايل الجدول، واكيد هيحاول يظهر بمظهر جيد امام الاهلي. طبعا هي مباراه صعبه، وبعدين المباراه صعبه الجميع، يعني مش على نادي النصر. نادي الاهلي فريق كبير ومتصدر الدوري والاول وعامل اداء كويس الفتره الاخرانيه بيحقق فوز ونتائج عاليه، فهو الماتش صعب على الجميع يعني. وطبعا ماتش صعب خصوصا لينا احنا، طبعا يعني فريق لسه يعني اول سنه لينا لعيبه تلعب في الدوري الممتاز. كان الفتره اللي فاتت دي مرينا بظروف صعبه شويه، غيابات كتيره حصلت لنا نتيجه اصابات ونتيجه اقافات، اداء غير ونتائج غير مرضيه الفتره اللي فاتت، بس الحمد لله الاداء ابتدى يتحسن من اخر مباراه لينا من بروجيت، واحنا نتمنى ان احنا نعمل اداء كويس في النادي الاهلي. النتيجه طبعا نتمناها، بس يعني بتبقى صعبه، الامور صعبه في حاله النشوه اللي النادي الاهلي فيها دلوقتي، فنتمنى التوفيق ان شاء الله. طيب كابتن عواطي، انت كان في حاله طرد لفرانك الفيس، مين اللي هيعوض مكانه خاصه في قلب الدفاع؟ لا والله في كالوشه وفي صبيحه، احنا في طبعا محضرين البديل يعني، فان شاء الله يكونوا عند حسن ظن ويقدروا يؤدوا ده كويس، يسد النقص بتاع الف. طب هل هتلعبوا بكره على الفوز ولا هتبقوا تلعبوا بتحفظ دفاعي؟ والله هو احنا هنحاول في المجمل هو اداء كويس، لكن طبعا انت بتلعب النادي الاهلي برضه فريق كبير عنده ادوات كثيره بيقدر يستخدمها الفترة الأخرانية، في نشوة للنادي الأهلي، انتصارات وفوز وده كويس، فاحنا يعني أكيد في تحفظ دفاعي فاهم، وبنلعب نبتدي نلعب على هجمات مرتدة منظمة مثلا، قدرنا نوفق فيها نحرز أهداف، نتمنى إن ده يحصل، ونتمنى نطلع بنتيجة إيجابية، وده بقى ظروف الماتش هي اللي هتاخد الماتش لاتجاه معين، نتمنى يكون في صالحنا يعني إن شاء الله. طب كابتن عبد العاطي يعني نتكلم على اسلام عيسى، هل اسلام عيسى اثر في نتيجه يعني طريقه اداء نادي النصر؟ ما فيش حد بيعوض يعني وجوده؟ اكيد اسلام عيسى اثر، اكيد اسلام عيسى اثر، اللعيب كان الفرقه في حاله كويسه وهو كان بيأدي ده كويس، لعيب مجتهد، بس احنا برضو من سياسه نادي النصر ان احنا الاستثمار في اللعيبه، اسلام طبعا لسه اول سنه ليه، وقدرنا احنا نبيعه برقم زي كده، طبعا النادي بيستفيد منه استفاده كبيره، الفلوس اللي دخلت يعني دخلت النادي، قدر النادي يستخدمها في نحجز ارض لعمل فرع ثاني، اتصرف برضه على المنشات في النادي، فطبعا احنا ده من سياسه الشغل اللي شغالينه احنا والاداره، ان انت بتحاول تنافس وده حصل، وان احنا باقل الامكانيات صعدنا، في فرق كتيره اكبر مننا اسما واكبر مننا امكانيات في الدرجه الاولى،
لكن الحمد لله ان احنا قدرنا نصعد، وقدرنا نصعد خلال فتره زمنيه قصيره مرتين، يعني خلال 3 سنوات قدرنا نصعد مرتين. ده في حد ذاته انجاز لينا بالامكانيات القليله اللي احنا شغالين بيها. طب كابتن عبد العاطي، غياب عبد الله السعيد عن قائمه النادي الاهلي هل ياثر معاكم؟ كابتن، انا النادي الاهلي كيان، مش النادي الاهلي مش لعيب، النادي الاهلي كان كبير. فانا بقول ان لعيب ياثر في النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده مجموعه لعيبه كثيره، عنده لعيبه على نفس المستوى، فكل اللعيبه لعيبه كبار يعني. والنادي الاهلي باي حد، النادي الاهلي كيان كبير، اسم نادي كبير، فاي حد بيلعب في النادي الاهلي فهو بيمثل النادي الاهلي. فطبعا مع احترامي الكابتن عبد الله، لعيب كبير وفي حاله كويسه الفتره اللي فاتت، لكن انا بقول ان النادي الاهلي ما يتاثرش بلاعب او اثنين، لان النادي الاهلي فريق كبير يعني. فانا مش هسال ان ياثر في اداء النادي الاهلي. عبد الله، طيب كان في حاله تغيير في حراسه المرمى من محمد مصطفى لمصطفى حطيبه، هل في اي اتجاه للابقاء على مصطفى في حراسه المرمى، ولا محمد ممكن يقعد مره ثانيه؟ والله لسه كابتن هاشم النهارده يقعد مع كابتن سعيد، ولسه ما خدوش قرار في المركز حراسه المرمى يعني دي لسه ما فيش قرار، يعني ممكن يبقى في تغييرات مره ثانيه. ممكن يبقى في تغيير، ولسه كابتن هاشم هيطلع يقعد مع كابتن سعيد في محاضره كمان شويه. هيطلع كابتن بعدها كابتن قبلها كابتن يقعد مع كابتن هاشم، وهيتفقوا يعني هل في دخول محمد مصطفى او البقاء على مصطفى حطيبه، لسه ما اتحسمش. طيب هل هيبقى في بديل لمحمد حجاج في وسط الملعب، يعني قائد وكابتن الفرقه وواحد من اللعيبه يعني اللي بيعتمد عليها كابتن سيد عيد، مين اللي هيبقى البديل ليه في هذا اللقاء؟ هو بالفعل حجاج بره من الماتش اللي فات، نعم، ودخل مكانه الفيز، وما كانش الفيز ما استفادش ماتش الاسيوطي بعد الاصابه، حجاج خرج بره، وان شاء الله هتلاقي في كالوشه وفي صبيحه هيخش مكانه، يعني واحد من الاثنين هيخش، فان شاء الله في بديل ان شاء الله ويؤدي بشكل كويس ان شاء الله. كابتن عبد العاطي المدرب العام لفريق النصر، بشكرك شكرا جزيلا. كابتن حشيش، واضح من كلام كابتن عبد العاطي افضل طريق اداء النصر، ولكن اخر لقاءات النصر بنحس يا كابتن ان فريق النصر الى حد ما مش عايز اقول رمى الفوطه او مفيش دوافع، الدوافع قليله، كان متقدم هدف مقابل لا شيء، شوط يعني المباراه خلصت 5 تمام امام بتروجيت برضو بيحاولوا، ولكن مفيش الدوافع، يعني بعد ما بيخش فيهم هدف بنحس ان هم الامور ما بتبقاش زي وهم مثلا متعادلين. تمام. بص انا قبل ما اتكلم عن النصر عايز بس اتكلم على النادي الاهلي، وطبعا ضغط المباريات والقصه اللي فيها الكابتن حسام البدري والجهاز طبعا المعاون، هم كل مره الحقيقه حتى يعني احنا لو شفنا الفترات الاخرانيه كل مباراه لازم يطلع في اصابه، وكتر خير الدنيا ان في اصابه واحده، لان مع حمل المباريات دي كلها والاجهاد الغير عادي زي ما قال الكابتن ماهر، النادي الاهلي مستمر بقاله قد ايه، الفرقه الوحيده ما بتاخدش ابدا اجازه، انت عندك حمل نتيجه لتقارب المباريات، في اصابات، في زهق يا جماعه، كمان في لعيبه، انا متاكد في لعيبه اللي هي اللعيبه الاساسيه اللي في النادي الاهلي اللي بتلعب بقالها فتره، لو جيت سالته كده يقول لك يا رب الكابتن حسام يريحني بكره من المباراه، لان ما تنساش برضو في حاجه، واعتقد انا يعني ممكن اكون صح او غلط فيها، ان بعض اللعيبه الاساسيين يا كابتن ماهر اللي هي بتلعب منتخب مصر بالظبط، وهي بتلعب دلوقتي يا فاروق عينها على كاس العالم، الوقت عمال، المده عماله تقل، مفيش وقت لا قدر الله الاصابات اللي ممكن تبعده عن حلم، لان ممكن في بعض اللعيبه دلوقتي ما تلحقش كاس عالم تاني، فكل واحد من اللعيبه اللي هي اللعيبه الاساسيه لعيبه منتخب مصر عينه برضو على كاس العالم، عايز يريح نفسه، مش عايز يبقى فيه اجهاد، ده برضو شفناه من بعض اللعيبه بدون ذكر بس في اسماء. بس في حاجه برضو كابتن، يعني الجهاز الفني منتخب مصر قال لك اللعيب اللي مش بيشارك مش تمام. هيكون موجود. لا انا ده احنا بنتكلم، انت بتلعب ماتشين في الاسبوع، بيقول لك انما انا اريح ماتش اللعب بس اللعيب اللي ضامن يعني نفسه، انت فاهم ازاي، انا ما بلحقش اروح، ده انا الماتش بيخلص يعني يوم التدريب اللي شفتهم امبارح في النادي اللعيبه الاساسيين مش قادرين يا كابتن ماهر، بالصدفه كنت امبارح في الجزيره مع الكابتن حسام، اللعيبه نازله فعلا مشفق عليهم، خد طبعا المجموعه اللي هي الاساسيه اللي لعبت يا دوبك بس استرتشات وكده مريحين، اللعيبه فعلا تعبانه مجهده، في ناس يعني مش قادره، فهو بيقول لك بس ارتاح ماتش
مش هيرتاح على طول، مش فيش لعيب كوره بيحب الكوره عايز يرتاح على طول، بس هو يرتاح نتيجه لضغط يبعد شويه المباريات. في كمان انت بتحس، وكابتن ماهر يعني كان ما شاء الله اساسي في النادي الاهلي ومنتخب مصر، مرت علينا كلنا سنين طويله، مرت علينا بالظبط. هتسال يقول لك انا باجي فتره ببقى زهقان عايز اريح شويه، كل دي عوامل. غير بقى الضغط العصبي برضو اللي لغايه دلوقتي موجود على الفرقه والجهاز، برغم الفارق الكبير في النقاط من 63 لاقرب واحد 46، انما ضغط عصبي ان النادي الاهلي ما يتعادلش. يعني لا قدر الله لو حصل خساره لسه يعني عنده جاب كبير بينه وبين اللي بعده، انما برضو لا، لان الجمهور مش هيقبل الا بالمكسب. نعم. مش هيقبل التعادل. غير بقى ناهيك بقى عن حاجه كمان اهم اللي بقولها كل مره، ان اي فرقه، وده رد على سؤالك برضو بتاع نادي النصر بيرمي الفوطه، هتلاقي نادي النصر بكره حاجه ثانيه. لانه بيلعب النادي الاهلي، عارف انه هيظهر، عارف ان اللعيبه بتتسوق من خلال مباريات النادي الاهلي، بيلعب باكبر طاقه ممكنه فيه، ودي مشكله بتقابل النادي الاهلي في كل مبارياته. بيبقى فرقه مغلوبه قبل النادي الاهلي سكور، وتيجي يتحجر مع النادي الاهلي، لان الدوافع كلها بيستنفروها والطاقات وحاجات كتيره. هو الماتش اللي بيسوقك في الموسم كله، هو الماتش اللي عليه اضواء بتعاد في كل الفضائيات يعني فاهم ازاي؟ لان انا جربت الموضوع ده لما لعبت مع المقاولين العرب. نعم. المقاولين العرب كان الماتش هو النادي الاهلي وبعدين نادي الزمالك اللي بتتشاف منهم، بقيه المباريات كانت امينه ما بتزعش. نعم. فمهما كسر الدنيا انت مش معروف. وحتى دلوقتي مع اذاعه الماتشات، لكن برضو لقاء النادي الاهلي مختلف. هو مختلف لحاجات كثيره، لحاجات كثيره. فده بيدي عبء طبعا على النادي الاهلي وعلى لعيبه النادي الاهلي وعلى الجهاز الفني، اللي انا اعتقد ان هو في مساله التدوير بين اللعيبه عاملها كويس قوي. يعني انا اعتقد الغياب مثلا بتاع عبد الله يعني انا عارف فكر الكابتن حسام، هو لما بيبقاش عبد الله موجود بيروح قالب، بدل ما بيلعب 4-2-3-1 بيروح قالب القصه 4-3-3، واخد بقى عشان حته صنع الالعاب من تحت تختفي شويه. ممكن يعوض غياب عبد الله كابتن؟ والله انا عايز وجهه نظرك برضه، اخد يعني وجهه نظر وانا مش عارف هو موجود ولا لا. قايمه مع حضرتك، احمد قايمه مع حضرتك، مصاب طبعا. كان ممكن يعني في اسلام محارب، في عندنا برضه وليد سليمان في بعض الاوقات بيلعبوا، في عندنا جونيور اجيه في بعض الاوقات بيلعبوا. مين اللي شايف ممكن يبقى فيه الادوار؟ يعني ممكن اسلام محارب يلعب الحته دي بدل عبد الله. ممكن يعني ممكن برضه على فكره، بس انا برضه مش شايف هشام محمد الظاهر فيه اصابه ولا حاجه. هو كان بيلعب في ماتش الاسيوطي وبره القايمه. وبره القايمه انا يعني برضه يمكن اكيد في اصابه او في تريحه من نوع معين، انما ممكن اسلام محارب يعمل الدور دوت. وليد سليمان بيسقط برضه لتحت شويه، ممكن يأديها. الكابتن حسام هيعمل توليفه تقدر زي ما بقول لك بيقلب على طول الطريقه بال 4-3-3، بيبقى فيها نوع من الجماعيه، ما بيعتمدش على صانع العاب واحد، بيبقى في اكتر من صانع العاب ناحيه اليمين وناحيه الشمال. طب كابتن ماهر برضه عايز اسال حضرتك وجهه نظرك في تشكيله النادي الاهلي، وازاي الاعب فرقه زي النصر هتبقى بالنسبه لها يعني كما قال كابتن حشيش ان ده بالنسبه لها الماتش ده كل حاجه. هو مباراة بكرة النصر والأهلي أو الأهلي والنصر، أنا شايف إن بالنسبة للنادي الأهلي زي ما أنت قلت السؤال لحشيش مين يشغل مكان عبد الله السعيد، أنا شايف أجاييه عنده الجزئية دي بشكل كبير جدا، إن هو بيقدر يلعب 9.5 تحت رأس الحربة، وهو بردك لعيب مهاري وبيمسك الكورة وبيقدر يغذي اللعيبة اللي حواليه، وبيقدر يطلع للأطراف، ويقدر يعمل دبل باس مع ازارو. فانا شايف ان اجاييه هو يمكن حشيش قال بردك لعيب زي احمد حمدي كنا نتمنى انه يبقى موجود بصراحه، يعني ان هو حشنا من اللعيبه المميزه. وكان حتى متالق قال لعيب مهم قوي اجاييه، لان اجاييه لو رجعنا لنسب الباصات الصح يمكن اكتر اللعيبه عندها باص صح بالظبط، وهم الاثنين كمان عاملين ودي اهم حاجه في صانع الالعاب. ثنائي صانع الالعاب هو عبد الله بشكل كبير جدا الفترات اللي فاتت، صحيح ممتعنا بصراحه. يعني صحيح. احمد حمدي كنا نتمنى ان احمد حمدي، كنا محتاجين احمد حمدي الفتره دي بصراحه، حتى ظاهر في ماتش النصر الدور الاول. صحيح. يعني واحنا ولفت نظر جمهور النادي الاهلي، لفت نظر النقاد، لفت نظر كل الناس. حتى احنا اشدنا من خلال برنامجنا هنا، قلنا احنا بنحيي حسام البدري ان هو ادى احمد حمدي، لان لعيب مميز. واحنا كنا يعني بلغه الكوره ما نتمناش طبعا نجومنا اللي عندهم خبرات بالذات عبد الله واحمد فتحي المؤثرين وحسام عاشور ووليد ان يحصل لهم اصابه،
لكن عايز اقول ان انت لما بتريحهم يا محمد فرصه للبديل اللي يقدر ياخد ويقدر يقول للناس ان انا موجود وان انا خامه مميزه. فاحمد حمدي بصراحه كنا نتمنى ان هو يكون موجود في خلال مباراه زي دي، لان حسام كان هيديله لو هو طبعًا موجود كان هيديله من بدايه المباراه طبعا. معظم اللعيبه اللي موجودين معظمهم ما شاء الله شاركوا بشكل جيد وشفناهم وبداوا يثبتوا وجودهم من خلال المباريات السابقه اللي هم ممتعنا من خلالها. انا شايف ان عوده شريف كرام مره ثانيه كابتن حسام هيديله فرصه لشريف على حساب طبعا الشناوي. كابتن انا هكمل مع حضرتك التشكيله من وجهه نظر حضرتك وايضا من وجهه نظر كابتن محمد حشيش، ولكن بعد هذا الفاصل. اوعى تروح بعيد عشان النادي الاهلي حديث. اهلا بكم من جديد مشاهدينا. كابتن ماهر، كنا بنتحدث عن تشكيل النادي الاهلي المتوقع من وجهه نظر حضرتك، اتكلمنا عن وجود شريف اكرامي في حراسه المرمى، مين اللي امامه الاربعه اللي امامه كابتن من وجهه نظر حضرتك؟ انا شايف في الناحيه اليمين هيبقى محمد هاني، نعم، هيبقى في راحه طبعا لاحمد فتحي، نعم، وباسم مش موجود في القائمه، وباسم مش موجود، نعم. علي معلول في الناحيه الشمال، نعم. عوده نجيب وسمير ممكن، يعني بقى لهم فتره، عشان ايمن اشرف محتاج برضك. ايمن لعب ال 11 مباراه اللي فاتوا بصراحه وادى بشكل جيد جدا، وتقدر تقول لاعب جوكر بالنسبه لحسام بدري. وكان في لقاء ظريف ان حسام لما جابه قال له احتمال احتاجك في الحته اللي جوه، يعني حسام كان واضح انه مركز مع ايمن اشرف في مجيئه مره ثانيه عودته لبيته الكبير النادي الاهلي، ان مش الباك ليفت بس، لا لو انا احتاجتك في قلب الدفاع ممكن اقدر احتاجك في خلال المكان ده. وايمن اشرف اثبت لحسام ان هو لعيب جوكر، في لعيبه جواكر يا محمد، دخل المنتخب لعيبه جواكر بصراحه بتقدر انت تضيفها، زي مثلا ايه، احنا قلنا في خط الظهر ايمن اشرف يقدر يلعب باك ليفت، يقدر يلعب قلب دفاع، صحيح. احمد فتحي يقدر يلعب باك رايت، يلعب قلب دفاع، يلعب في نص الملعب، محمد هاني يقدر يلعب باك رايت. فالحاجات دي بتريح المدير الفني، عندك ثلاث اربع جواكر كده محطوطه في الاستراتيجيه، صحيح. اللي انت بتشتغل خلالها. وقدامك كابتن كله بيعرف يلعب في اي مكان بالظبط، يعني وليد سليمان ما شاء الله، عبد الله السعيد في كل التدريب بشكل جيد، زي ما قلنا اجي يقدر يلعب 9.5 ويقدر يلعب 10، ويمكن ده اللي بيميز النادي الاهلي. النادي الاهلي بعيد عن كل الانديه بسبب الحاجات الفنيه اللي موجوده في لعيبته، والمرونه التكتيكيه من خلال المدرب اللي يقدر يعمل من اللعيب التطور اللي احنا بنشوفه ده. قلنا في قلب الدفاع ممكن ايمن اشرف مش موجود، يبقى محمد نجيب وسعد سمير بقى لهم فتره راجعين من الاصابه. كابتن حسام عايز يطمن، حتى المهاجم النصر ميدو من طويل القامه وجسمه محتاج حاجه برضك فيها عنصر طول، بيجيد العاب الهواء، الاثنين هم بيجيدوا العاب الهواء، محمد نجيب وسعد سمير، ويمكن في عنصر السرعه، يمكن سعد كمان اسرع من محمد نجيب في حته التغطيه والميلان. بالنسبه لنص الملعب السوليه لا غنى عنه، لانه حسام عاشور مش موجود، ويمكن احنا شفنا حسام عاشور موجود حسام موجود، يعني حسام موجود، ممكن يبقى السوليه او هشام محمد اللي مش موجود، ممكن يبقى حسام، وممكن يبقى كريم نيدفيد، يعني كريم برضك ممكن يديله ماتش زي ده كابتن حسام، على فترات يمكن كريم مش شفناهوش بصفه اساسيه، لكن ممكن يكون من بدايه المباراه. الثلاثي الهجومي باقة من ناحيه اليمين يقدر يربط بشكل كبير جدا مع محمد هاني، واحنا شفناه اسلام محارب مع علي معلول، اسلام ممكن يبدا بقى، نعم. يعني ممكن حسام اطمن عليه في الفترات اللي اخذها اسلام محارب، اللي هو الورقه الرابعه لحسام البدري من بدايه الشوط الثاني، انا شايف ان اسلام ممكن يبدا. اجاي زي ما اتفقنا هو البلاي ميكر الوحيد اللي موجود في التركيبه ديت اللي يقدر يقوم بالدور بتاع عبد الله السعيد. طب وليد سليمان ممكن يخش برضو كابتن؟ ممكن وليد، نعم. ممكن وليد يبدا من البدايه، وبعدين يبقى اسلام في الشوط الثاني او العكس. نعم. حته راس الحربه انا شايف ان مروان محسن حان الوقت بقى، يعني مروان، لان احنا محتاجين مروان. طب مروان ولا صلاح؟ يعني مروان لسه جاي من الاصابه، ولا هل ابدا بصلاح محسن اللي لحد ما بدل؟ انا مروان ليه يا محمد؟ بقول مروان ليه؟ لان مروان احنا محتاجينه في النادي الاهلي ومنتخب مصر. يعني احنا برضك خد بالك مستر كوبر عنده مشكله في الحته دي بالذات، نعم. الحته دي بالذات، فطبعا عوده مروان مره ثانيه
انه ياخد الثقه من خلال مبارياته مع النادي الاهلي في الدوري العام او المباريات الافريقيه، عوده حميده ان شاء الله لمنتخب مصر مره ثانيه. صلاح محسن ممكن يبقى اضافه في الشوط الثاني، يعني برضك حسام مش هيستعجل عليه من البدايه، هيبدا يديله زي ما اداله تلت ساعه، يديله نص ساعه، يديله شوط. ودي من ضمن الحاجات اللي تحسب للجهاز الفني حسام البدري، ان هو فعلا بيدور لعيبته بما يرضي الله، زي ما اتكلمنا وقلنا في شفافيه وعداله في حته التوزيع بالنسبه لعيبه النادي الاهلي من الجهاز الفني، وده اللي مديه الثقه بين الجهاز الفني وبين اللاعبين، واللعيبه حاسه بارتياحيه من خلال التدوير ده، فكل اللعيبه بتاخد ادوارها بشكل جيد، واللعيبه بتحاول تثبت للجهاز الفني ان هم لعيبه على اعلى مستوى. وزي ما اتفقنا او زي ما شفنا ان اربع مباريات السابقه ما عدا مباراه الاسيوطي، النادي الاهلي يا محمد بيلعب كوره عالميه. نعم. بيت فيها الوان تاتش، وبيبقى فيها الجمل التكتيكيه، بيبقى فيها الاختراقات بانواعها، سواء من الاجناب او من العمق. بالظبط. نعم. اجناب او العمق. يمكن شفنا مخرجنا جايب لنا بعض الاهداف الجميله، يمكن على مشوار طبعا اللي احنا بنفتقده حسين. صحيح. السيد نتمنى. نعم. التوفيق طبعا في الدوري السعودي، من ضمن الاجوال الجميله اللي كانت اتعملت بشكل جيد. هو هي الغريب فيها كابتن ان هو جابها بيمينه كمان. بالظبط. يعني بالظبط، بيعملهاش كتير، صعوبه يعني. كابتن حشيش برضه عايز اخد التشكيل. التشكيل يعني انا عامل تشكيل غريب شويه. ها. يعني طبعا شريف اكرامي العوده. نعم. الجديده. علي معلول ناحيه الشمال، طبعا محمد هاني ناحيه اليمين. انا بقول له ان هيلعب ايمن اشرف مع سعد. ايمن مع سعد. ليه؟ نعم. برضه لاعب ايمن لوجود معلول. نعم. معلول احنا عارفينه طبعا انطلاقاته من ناحيه الشمال، فلازم يكون فيه حد بيغطي، حد قريب من الباك ليفت، واكثر واحد بيعملها هو وحتى ايمن. في ماتش الاسيوطي كان مميز فيه. بالظبط كده. فاعتقد انا ده رايي. نعم. هيلاعب طبعا عاشور والسوليه في الديفندرات. نعم. انا بقول احتمال ممكن يعمل مفاجاه ويلاعب حسام غالي مكان الحته بتاعت عبد الله السعيد. وارد. وارد ان ممكن وارد يعملها. حسام غالي موجود. وحسام غالي موجود وطبعا بيلعبها كويس قوي. وراجل لسه بادئ مع الفرقه برضو، فممكن يخف عنه حته الضغط بتاع حته الديفندر والجري، ممكن يديله الحته دي بيعملها كويس ويكمل معاه في الحته دي حسام. طب ممكن غالي. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ طب ما هو بالنسبه لفرقه النصر، فرقه ممكن ما تجيش عليها هجومين كتير، طب ما انا ممكن العب بحسام غالي وحسام، او حسام غالي والسوليه. وامامهم مثلا، انا بفكر مع حضرتك بصوت عالي، ممكن هل ده وارد؟ وارد يعني. هي كلها توقعات طبعا. طبعا هو الكابتن حسام له الحق الاصيل في الموضوع. ده بس احنا بنتوقع. انا بقول هيلعبوا قدامهم، يلعب حته، وممكن يبقى في تبادل بينه وبين السوليه، لان السوليه برضو معدل جري عالي قوي. معدل جري ويقدر يكمل وبيشوط وبيلعب، بيحب يجيب جون، وبيحب يجيب جون، ممكن في الماتش ده ممكن يستغله. نعم. لانه في بعض الماتشات او في معظم الماتشات بيبقى مكتفه شويه. نعم. وهو في ماتش الاسماعيلي احرز هدف طبعا، ماتش الجيش طبعا احرز هدف. تليفونات بني سويف هو احرز ماشي هدف كويس قوي قوي، واخد النهج بتاع حسام عاشور. عارف الجندي المجهول اللي بيجري. نعم. ومحدش وكمان بيزيد حشيش، هو بيزيد عن حسام عاشور. نعم. هو طبعا عنده الناس الهجوميه، عنده بيقدر يصوب عن تصويبات. بالظبط. مش موجوده في حسام بقاله فتره، بس هو عنده. نعم. عنده الحته دي. اعتقد ان ممكن يلعب اجاييه ويلعب بباكا، وبرده هيبتدي بازارو وليد ازارو. التغييرات كلها هيسيبها الناس الجديده، زي مثلا ممكن ناحيه الشمال حشيش، ناحيه الربط بين علي معلول، مين هيربط قدامه؟ هيلاعب اجاييه وهيلاعب الناحيه الثانيه باكا ناحيه اليمين. وهيلعب بازارو راس حربه. مين تقال عشان ازارو كده؟ هل عشان ازارو بقى خلاص هداف الدوري فيعني بيديله كده 4 3 2 1 4 4 2 3 1 ممكن مين؟ وليد. انت عايز تضيف حد في وليد سليمان ثلاثي نص ملعب يا جماعه؟ احنا طب واحد واحد بس، 4 2 3 1 يبقى كده جاهزين. يبقى كده جاهزين. بس 4 2 3 1 يبقى كده جاهزين. يبقى كده جاهزين. نعم. هيلعب بقى جاييه وباكا وحسام غالي حته عبد الله سعيد، ويلعب ازارو قدام. نعم. ممكن بقى التغييرات على حسب برضو النتيجه. طب انا عايز اسال حضرتك في ازارو، هل عشان ازارو بقى هداف الدوري وعنده 14 هدف؟ ممكن يبقى باستمرارا وهو راكب ومكمل. ممكن عدم وجوده تهز شويه تهزه كلاعب. نعم. هو عايزه يكمل، وعايزه ممكن في الفتره دي يديله فرصه ان هو يبقى عايز يخش منتخب المغرب. لا، وغير كده كمان الهدافين احنا بنكمل 14 و12، فبرضه مقربين منه، فممكن يديله فرصه ان هو ينطلق في الاهداف، يعني يعمل سكور في الماتش ده. ممكن يكون ده من ضمن التفكيرات. هو الوحيد اللي بنفسه عمر السعيد، لان انطوي عنده اصابه ولسه ما جهز بشكل كبير. بالظبط. اعتقد التغييرات بقى ممكن طبعا على حسب النتيجه واستريح ان شاء الله للنتيجه، ممكن يغير من بدري مروان. نعم. ينزل مروان، ممكن اسلام محارب، وممكن صلاح محسن.
ممكن صلاح محسن دي التغييرات لانه برضه هيحافظ على القوام لانه ما تنساش برضه ان هو مغير. نعم. معلول هيلعب بعد فتره، محمد هاني هيلعب، حسام غالي ممكن لو دخله برضه يعتبر جديد على الفرقه، هو مش عايز برضه يعني يغير كتير في قوام الفرقه. فاعتقد التغييرات او الناس اللي عايز يديها بقى يسيبها للدكة الاحتياط. طب وليد سليمان يا كابتن، وهو من اللعيبه اللي دايما بتصنع الفارق ووجوده حتى كبديل في ماتش الاسيوطي، هل ممكن يبتدي في لقاء النصر؟ انا ما اعتقدش، انا بقول ان وليد، وانا يعني مش عايز اقول لك اللعيب المفضل هو وليد سليمان. نعم. وليد مثال للعيب الحريف قوي، المقاتل، الروح، عنده شخصيه. عمري ما شفت وليد في ماتش متخاذل، روحه متخاذل او نص نص، بالعكس بيلعب بكل دايما بيلعب باخر نفس عنده وليد. اعتقد ان وليد مجهد قوي خلال الفتره اللي فاتت، فممكن يقعده على الدكه وعلى حسب نتيجه المباراه ممكن ما نزلوش خالص، يدي بقى فرص زي ما قلنا احنا لاسلام محارب وصلاح محسن ومروان، ممكن يجرب. انما التشكيله اللي هيبتدي بيها اعتقد من وجهه نظري هي التشكيله اللي قلتها. طيب كابتن ماهر، النادي الاهلي اقوى خط هجوم 56 هدف، هيلاعب اضعف خط دفاع 43 هدف، بقى نادي النصر حتى تخطى نادي مصر المقاصه كان اضعف دفاع، دلوقتي بقى النصر هو اضعف دفاع. هل قلبي الدفاع والمشكله حتى اللي موجوده، كنا بنتحدث مع كابتن عبد العاطي المدرب العام لفريق نادي النصر، واتكلمنا ان فرانك البس اللي كان بيلعب قلب دفاع مطرود، واللي قبله حجاج عنده ايضا اصابه، حجاج عويس، ومش هيكون موجود في لقاء غدا امام النادي الاهلي. هل مشكله قلب الدفاع من اهم مشاكل نادي النصر؟ هي مشكله خط الظهر بس، مشكله سيد عيد كمان المدرب الفني، ان هو بيقابل طبعا النادي الاهلي، والنادي الاهلي في عنفوانه، والنادي الاهلي زي ما احنا اتكلمنا اقوى خط هجوم، ويعني كل المباريات السابقه واضح قوي النادي الاهلي بيمتع جمهوره، لعبه مستمتعه بالاداء، الجهاز الفني التركيز على اعلى مستوى. لكن في مقوله بيقولها حسام البدري محمد وبشكل احترافي بشكل ايجابي، ان هو بيحترم كل الفرق. نعم. يعني حسام البدري بيتكلم عن النصر ان مش هو اخر الجدول في الدوري العام، وانه اضعف خطوطه خط ظهره، لكن الاحترام ده هو بقى اللي بيدي لك الاداء المتميز اللي موجود عليه اداء النادي الاهلي. يعني انت حضرتك شايف ان النادي الاهلي يجب ان يحترم المنافس جدا، وده انا بيعجبني في حسام ان هو حتى بكل كلامه ان هو بيحترم كل الفرق، اذا كانت في قاع الجدول او في الوسط او اللي بتنافس معاه، بيحترمه بشكل كبير جدا. والاحترام ده بيدي ثقه للجهاز الفني وللاعبين في ادائهم، يعني حتى كمان ما بنحسش ان النادي الاهلي بيستهتر. يعني في اوقات كتيره جدا يقول لك ايه، ما انا هقابل بقى اخر الجدول النصر مفتوح، فالنهارده انا سابق اهداف بنقط كتير بقى وهنأدي اداء. لا لا، الكلام ده مش موجود. صحيح. عندنا مش موجود في تيم النادي الاهلي ولا جهازه الفني. كابتن حسام هيطلب اولا، هو اتفرج على نادي النصر وشاف ايه النقط الايجابيه اللي موجوده في التشكيله اللي بتضم طبعا محمد مصطفى واسلام ناحيه اليمين، اسلام مصطفى وخالد رضا ومؤمن عاطف في قلب الدفاع اللي هو ممكن يكون مكان حجاج واحمد السباعي واسماعيل يانجو ومحمود القط وعمار حمدي ومحمد رفاعي ومحمد حسن ميدو، يمكن اكتر واحد عنده خبره موجود من القسم الثاني معاهم، ويمكن هداف بيجيد العاب الهواء بشكل وبيجيب اهداف بضربه راس بشكل جيد، واحنا قلنا لازم يبقى محتاجين رقابه عليه بشكل جيد. عايز اقول لك ان لعيبه النادي الاهلي بتلعب كل مباراه كؤوس، ثلاث نقاط مهمين جدا عشان يوصل للهدف اللي هو بيسعى عليه. النهارده في اهداف، السنه اللي فاتت كان اهداف موجوده في الجهاز الفني واللاعبين ان احنا ما خسرناش ولا مباراه. نعم. دي اتحسبت في تاريخ المجموعه دي. صحيح. النهارده هو كمان عايز يوصل لحشيش يا محمد باعلى رقم 12 بالظبط، كان وصل للفوز رقم 11 بالظبط، عايز يوصل للفوز رقم 12 وكمان حتى كمان اللي انا عرفته، المعلومه اللي عرفناها عرفتها، النجمه الرابعه
نعم. اللي هتبقى على تيشيرت النادي يعني كل 10 سنين نعم. واخد بالك كل 10 بطولات 10 بطولات اسف نعم. فانت بتعلق طبعا. نجمه فانت النهارده كمان شرف للعبة ديت النجمه الرابعه صحيح. بعد حصولك على بطوله دوري الالعاب انك انت تعلق النجمه الرابعه صحيح. على صدرك وده حاجه طبعا بتحسب للجهاز الفني ومؤسسه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وجمهوره اللي بيعشق النادي الاهلي هو مستمتع جمهور النادي الاهلي مستمتع باداء النادي بقاله 5 أسابيع نتيجه واداء ده حقيقي فعلا كابتن حشيش حضرتك كنت ذكرت ازارو وباكا والسرعات اللي موجوده عندهم هل السرعات تمام. هتبقى عامل فارق بالنسبه لهجوم النادي الاهلي على والناحيه الثانيه مدافع نادي النصر الى حد ما في سنه بطء في الناحيه لسه انا هقول يعني هو فعلا زي ما انت بتقول يا فاروق السرعات بتاعه النادي الاهلي واعتقد اللي اعتمد عليها الكابتن حسام للبطء اللي موجود في الديفنس بتاع النصر انا عايز اقول برضو عشان ما اظلمش برضو الديفنس يعني نادي النصر الاهداف الكثيره اللي دخلت لهم 43 هدف برضو ممكن يعني نرجعها لحاجه تانية مش لان الافراد يعني مستواهم قليل الطريقه ممكن اللي بيلعب بيها برضو الكابتن سيد بيلعب برضو فاتح شويه برضو ما بيبقاش مقفل في اغلب الماتشات عايز يقدم كوره عايز يلعب يعني شفناه في يعني جاب برضو اهداف تعتبر اهداف برضو كويسه فاعتقد ان دي عشان ما نظلمش برضو الفريق يعني انا هقول لك على حاجه مثلا في ان هو جاب اهداف اكتر من وادي دجله وجاب اكتر اهداف من طنطا يعني هو 24 هدف ده اللي عايز اقوله طنطا 20 ووادي دجله 23 فده اللي بياكد كلامي ان هي راجعه برضو للعب المفتوح وامبي عنده 22 يعني حتى اعلى من امبي لعب مفتوح بيلعب لعب مفتوح هو ده اللي مخلي برضه حته الديفنس عشان ما نظلمهمش انا بقول ان في مساك اللي اسمه خالد رضا ده لعيب كويس قوي على فكره ولعيب كوره انا بحب المساكين اللي هم لعيبه كوره هو حته يمكن البطء سنه وممكن حته برضه الديفندرات اللي موجوده قدامه مش مساعده كاشفين شويه السرد بالظبط كاشفين السرد باكات انا عايز اقول لك برضو ان يعني مجمل كده ان انت ما بتخافش برضو الا من الفرقه اللي انت بتقول راميه الفوطه نعم تلعب النادي الاهلي ترتيب متاخر نقط ضعيفه يعني شبه ان تحدد شبه تحدد طبعا نزولهم فانت حتى لو المدرب قاعد يقول لك لازم تقفل عشان تطلع باحسن نتيجه ممكنه قدام النادي الاهلي اللعيبه كل واحد عايز يقدم وعايز يلعب وعايز يروح وعايز يجيب جوان وعايز يعمل حاجه لان يعني تحصيل حاصل فانت ما تخافش الا من الفرقه دي عشان كده بياكد كلامي ان الكابتن حسام مش هيغير يا كابتن ما انا في اعتقادي في تشكيله الفريق اهو طيب عايز اخد من حضرتك توقع قبل ما اختم نتيجه ان شاء الله سكور 3 كابتن ما يعني طبعا واضح زي ما قال ان سيد هيلعب جيم مفتوح لانه خلاص مش باقي على حاجه انا شايف ان هيبقى في سكور بالنسبه للمباراه بكره يعني هتزيد عن 3 أهداف باذن الله طبعا في نهايه حلقتنا النهارده اتكلمنا في حاجات مهمه للغايه تحدثنا بشكل اوفر عن ما يحدث داخل جدول الدوري الممتاز بعد القضايا المهمه وهي تغيير المدربين والتعاقد مع اللعيبه في تعاقدات يناير او في استراتيجيات الفرق جبنا نموذجين الصراحه من الكره المصريه سواء في نادي الرجاء او في الاسيوطي وطبعا تحدثنا عن استعدادات النادي الاهلي الفنيه لمواجهه النصر غدا في النهايه بشكر ضيوفي الكبار كابتن مصر النادي الاهلي كابتن ماهر همام كنت منورنا كابتن معاذ شكرا محمد متشكر جدا ايضا كابتن مصر النادي الاهلي كابتن محمد حشيش كنت منورنا كابتن محمد شكرا فاروق متشكر جدا شكر موصول لكل طاقم العمل عايز اقول لحضراتكم بعد استاد الاهلي هيكون في الاهلي في كل مكان مع حضراتكم ولقاءات في منتهى الاهميه ودايما اوعى تروحوا بعيد النادي الاهلي حبيبي